طويله. هاجي سجل 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 وعطني هذا. والله يا بني قد كسبناه انا وصدق. ها؟ اي كسبناه. سرقت المحل؟ لا احنا ما نسرق، احنا نكسب. وش اخذته بالله؟ معلموك الكلمه ذي. خلاص. بالله وش اخذته عشان ابعد البضاعه؟ لا 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 لا. ها؟ زين. اللي سالك مال. دقيقة نبدا التقييم من عندك يا شباب. ايش رايك يا ابو عبد الله؟ لا 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 محمد محمد لا محمد صراحة والله ما اعرف والله ما فتحت والله ما تجاوز واحد ثاني ليتك مدري شنو ما ادري حتى قال لي من قال لي هذا خصوصا الحشوة فيها داخل مدري شنو حشوة طحينة هذه تمر بالمكسرات عجز مخي اللي ذا من كثر ما نص عمره يرحم والده الرجال يسأل دقيقة لحظة من كثر ما على ذلك كيف يسأل دقيقة لحظة بالله شربني شربني يا شد فمك انت وياه شد محمد دقيقة يا فيصل خذ راحت جيب الكيس شوف هذا علاوة جيب الكيس فلت هذه اول مرة مجلس وبنظافة واحترام صح ولا الباب يوشع ما في باب ما في باب الدنيا مفتوحة مو انت اللي تطردنا اي اي قبل نقطة عندك مجلس لحظة لحظة مجلس محل ترى احنا مقلطين كل الحين مضيف خلاص يا فيصل استريح خلينا نمدح المنتج بعدين نتفاهم بتشد 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 اقول لك اول ما شفته كنت ابي الثاني بس يوم ذقتها جتني لذعه حتى اسال عيال قالوا طحينيه فيها اكثر من نكهه في الطحينيه وفي لازم تثبتها الظاهر بستاشي وفيها فيه تمر والله استاشي مكسرات وفيها تمر وفيها في 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 دنيا رهيب بالمخ طيب مصعب 8 من 10 والله 8 من 10 لا انا المخطي اذا طاب تقييم 10 من 10 والله من يوم اول محل مسكته شمع الماضي كل المحل ودي اكل لكن ذا هذي متشفق انه يفكه وعيه وعلي عطني واحده ثانيه على السالفه والله لا لا تدعي والله انه مصيبه والله 10 من 10 خلاص حيوا راسك الاكياس يا جماعه الاكياس لا تتجاوز لا تتجاوز لا تتجاوز تقوم فيصل لقط القرطيس سحب علي حول الله يا عيال يا عيال عند عند تقييم يا ولد الحين بجيك في الدور بجيك في الدور كلكم الاربعه يجيك تقييمكم تفضل يا ابو سلطان تقييمي 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 ماني متفلسف عليك السريع بنياف ايش تقرش انت ارجع ورا خليني اسمع تقييمي ماني متفلسف عليك انا احكي لك قهوه اكبر تقييم اني سارق كيك التمر عبد الحلال مع الحليب والكرك كيف سارق من لا كاسب اللي قطعناه من اول ثانيه كاسب يا تركي مشبع ابو مشبع تقييمك لا اضغط 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 قهوه اضغط اكثر انا معك الو لين شمع الماضي توك سالني عن اسمه ها شمع الماضي غني عن التعريف والله العظيم وصلت ايش بالله ارمه يلا بندر بندر عطنا تقييمك بسرعه بدون ضح بدون ضح وصلت ايش شوف والله انك معطيني ثنتين اني ما اكلت منها شفت لكن ها لا لا ايش والله ايش معنى ما اكلت منها والله احترق قهوه يا رجال طيب يلا ها يعني قهوتك ما تكمل بعد اسال ماجد اسال ماجد ارجع بندر يلا ماجد تكلم والله انه جميل بس انك مكتوب لا لا خل خل راسي مع التمر مع التمر والله اني صاد باقي مع التمر مع مكسره تخيل هذه راسك وشو المذاق والله فكره دحام دحام شوف المذاق شوف المذاق شوف شوف اسمع المذاق والله ما شاء الله بدل تجيب بدل تجيب كوب طحين ما شاء الله طحين دائما تجيب طحين تحط مكسرات يد جامعها كلها في قطص الله يعطيك العافية ما بقى الا حبه باكلها اسلم يا فلان اسلم يا فلان اسلم يا فلان والله انا ميواه اه باقي والله ميواه باكل ما انا والله ميواه خلاص خلي معك هاي زلمه خلي دحام لا 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 اثنائيه جديده يا اخوان دحام انت نبيشان ها نبيشان ماجد نبيشان انت نبيشان انت نبيشان انت نبيشان روح اوديها خاصه نياف نبيشان اي ما بقول له عشان ما حد حد انا ابقى انا وياه حد مصعب نبيشان وش نبيشان دار عليك انذار والله ما بيشان والله دحام عليك انذار مو بل انا ها ها قطع اجيك انت نبيشان مطش مطش لا لا مو والله اني شايف عين انت نبيشان مطش يا ابو عبد الله والله اسمع امسح زين من نور خمس سنوات حركة 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 حركة
لا 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 عايض اما اجي اسمع الراديو ولا اعطني قفك عايض عايض انت اللي بيجي عليك انذار الحين اوه لا 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 يجي علي راس عيال خدود التلامع نبي شان والله والله الله العظيم من الزين تحافظ يا اللي حطيناه تو انه مصيبه اقسم بالله والله مصيبه يا رجل هو شيء وش اسمه كريم الكريم طيب وش اسمه انا ذا انا ذا انا ذا كريم تعال بالله اقسم بالله نجي والله انا اشهد ما يبيض وجهك غير وجهك وحده وحده ما خلص خلص طيب هو صادق هو صادق هو صادق طيب هو صادق يا ابو عمر انكسرت من دور خلاص خلص خلى البقيه قم والله ما نقدر قم هات وحده هات وحده هات وحده فاضي فاضي يعني فزعه ها عايض اجلس خذ الكرسي يود هذا تفزع له يقلب عليك هذا اي تفزع له يقلب عليك تتركه يقلب عليك تسكت يقلب عليك يعني الثنائية الجديدة جاتكم من؟ نعم الثنائية الجديدة جاتكم ارحب يا الثنائية صدق قوية قوية الثنائية لعبي صدق سلام يا الثنائية السلام ثنائية حسين ليه كذا؟ الثنائية أنا ليه تروح مع أبو فمين كلامة وحسين ها؟ ايش عندك أبو فمين تاخذ حسين مني؟ الساعة 4:00 صياح الظهر صياح العصر صياح المغرب صياح المعلم يوفيه التبجيل اكاد المعلم انا لا لا ما انا والله انا مختفي اليوم الريالتي والله والله عندي ايه اسلم امس لا لا عايض ثنيتي تكشف ده ثنيتي ثنيتك مسكها كذا امسك ثنيتك ثنيتك مسكها كذا اللي ثنيتك مسكها كذا علشان تجيب وش عطني عطني لا لا امسكها كذا ثنيتك ما في اي سوالف في الموضوع خلاص يا سلام ما شاء الله يعرفون اكيد مسافرين برا هذول اللي يروحون المغرب ايش لو تشليو ايش لو تشليو اخي انا رايتي نفسي شاشه تعبان يا اخوان يا رجال هذا كان يضحك على ابو فمين يوم خز ابو فمين ما يطالع احد قال اقلعك يا حسن يا حسين يا زين اعطاني كل على يجي ما يدري وين يروحون قول له لا هو حق الليل عايض لازم نشوف له حل والله صدق اللي هو بعد البث ايوه تكفون يا ريجي يجيه ريالتي يجي. شفت ريالتي في وقت البث 50% ريالتي عنده 50 اذا انت هالبث 100% اقول الريالتي اللي تحت ما بيها نرقد 8 9 10 11 بطانيه يجي هو ديزل يقوم من النوم يسخن ما يشبك الا على انت البث شبك جاك عاد الريالتي بالله لا تعلمون اني قلت شيء ما جرى ما ينفاضي ناصر الله ارحبوا الله اني ما ادري ارحبوا ارحبوا والله تعذى بنيا طلع طلع عبودي شبيناك تعال بقول لك باذنك بقول لك يا الله 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 يا ال
لك قدامي مسجل ما سرقوه معودينك معودينك على السرق هذا اسمع الماضي ما له ترى كل مره يطيح ابدا انا ملاحظ هو على حصر الدبه تعال كذا والله ما ينفع عطني جاي عطني جاي عندي جل محلي محلي فيه جل لا صوت طلع ولا علم في شركه داخل يبغونك بالسرقه هات هلا اكلتها داخل يبونك بالعبان ها ما ادري والله بس يقولون محلي يا ابن الحلال عيال اللي يا صدر يا حسين من عنده ملابس المغسله تكلم معي قول له قول له دقيقه يا صقر اللي جو يسالون عن ملابس المغسله صدق والله يا حسين حسين صقر المحل ولا خليك لكم يشرون لي يا حسين حسن لا ما محلك يا حسين هلا محل والله يا تعال والله ما ذوق والله لكم عليه اي اي ساكر ناخذ من عندك بالك كرتوني ايش كرتوني وش ذا هذا تعال حسين تعال عندك ملابس المغسله هذا ولا هذا غسل فطش مو في المغسله تبي تبي لا 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 انا مالي دخل عند الاداره عند الاداره انا مالي دخل مالي دخل مالي دخل يا شيخ اول شيء اول شيء انا كنت انجح يا شيخ القرية يا شيخ القرية حمد رجع يا شيخ القرية كودي وين حمد دقيقة على الحلة كودي وين كودي وين لا لا أنا شيخي يا شيخ القرية انتهى لا ما ذكرت كلام الميجا اللي في اللي في البرنامج يا شيخ القرية عندي مطالبة عرفت اللي تم سرقة كرتونين من محلي انتهى من صقر ابن بلا وانا ارجو محاسبته عاجلا غير لو سمحت لو سمحت مو بسرقه كسب هل لديك دليل لديك دليل يا ابو ريا لدي دليل شهود شهود مصعب المغرم نعم وحسين اللعبه شاهد وش الشاهد يا حلوش على ان تم سرقه محلي امس واذا بتجحد بطلع لك المقطع اجحد انا شاهد ان حسين اللعبه شاهد وانت يا فيصل معيان انا اشهد انك كنت ساكت ابو نياف احنا ذاك اليوم جيت انا صقر انا شفت انا صقر اليوم فكينا انك دخلنا علينا خلي اللي يمس ايه؟ اللي يمس فدا فدا كلاش ولا شفت لا فدا ما احتاج ابو انت اقول انت سرقت كرتونين من محل كرتونين تتم محاسبته والتعوض بالكرتونين انتهى بس حي والله الشيخ هالطيبه حي والله الراس خلاص على فكره الحكم هذا في الهواء ما سرق كرتونين انت نصاب شيخ كرتونين ونص خلاص الشيخ وش النص نص كرتون وش هو وش من عرفت الاحمر الكيك الكيك والله انا الشيخ ما يبي كرتون تعرف الجلسه بكبر ونص اعطيته فيصل هدلال ها وش باقي لا لا ما اعطيت فيصل وش طيب كمل كلام هو اللي سرق مو بنا زين لعبان هو اللي سرق يا شيخ شاهي قهوه ما بعرف القضيه ولا نجرب لا لا بس نجرب مره جرب ما اقدر جرب ما اقدر كول نبي نرتب الجلسه دحاول نبي نرتب الجلسه سرقوا كرتون سرقوا كرتون من هذا حسين لا تبيع حسين لعبان وش غير عمي ابو حسين والله نزل حبيبي يا اجلس يا وخر من قدامنا صح والله انت عارف ليه صح؟ افا باللعبان باللعبان افا الحين يعطيها حسين ايش رايك فيه يا شيخ؟ ولد شيخ ايش رايك؟ الله حمنت حمنت والله ما ينفع معك لا 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 هذا كل ما زاد شلته حط مايكك حط مايكك يا شيخ ماني قابل شيء حسين اخذ بريقه وذا وربع حسين قر قر والله قر قر صب لي حليب اجري الزين تربع الجزمه لا تطلع صب حليب ها والله انه جوي ذبح عليابتي راح الشيخ هلا ابو يبا صب لي حليب الحليب باقي ما في مدرب الاتحاد هذا مشكله قعد معاه حليب الناقه يا ولد الناقه ناقتكم احترموا منها بس انكم جبتوها والله وجهك الله يبارك فيك الله وجهك لا لا خلي عندك انا باجي باجي تتمر على طول كيف عرفت حي والله ابو سلطان علومه غان دائم رعي براد ورعي سبني هناك في المطبخ اليوم قم أفو قم منو يسبه لا يمزح يمزح ما اشتب المهم صح انت يا ولد قم انا داعيك قم اجلس الله وجهك السلام عليكم. سلام. تدرون شو اسم الجلسة دي؟ كيف الحال؟ والله جميل. علموا شو اسمه. من متى انتم؟ البارح. البارح. طيب حط المكتب. طويلة. ها شوف سالفة هنا وسالفة. ثنائيتي. تربوكك حطب. يا عمي انت الاحتراق ما في ثنائية خلاص. روح انت قبيت. ترى يجينا فاقد لي شخص.
ها قلت لي شخص انت يا ابو لبن. ابو لبن يا اخي ما ادري ماكش بندر. والله ابو لبن ابو لبن يا الربع وبندر ما زورته ابو لبن. ماجد ماجد ابو لبن جاني ابو طيب ايه ايش شره وزعل بقيت اتفاق عيال معكم بسكوت بديله مستعجل دي فاضي في ماء سكتني سكتني انا ما بطع والله ما يطع طع اني بطع انا راح ولا طعب الرديد انا راح اسمع يا شباب خلنا نتفق اتفاق نعم لا شو ترى جالي اتصال ولا يغني خلنا نسمع كلا تقهوى حليب ها معي طيب وإذا اثنين تهاوشون على أمرك نسمعهم هذه المشكلة هذه رسالة مبطلة بس عيال صار 18 19 شو 18 هذا معروض متعب هو اللي هذا الإعلام متعب ترك واضح لا تجي 18 والله ما ندري وش حنا داخل النمونيه داخل النمونيه خدمة خمس مرات وش يدي محمد الله يرحمه أنا كبر جد باقي بس يدك ما ترى باقي تودع الله يرحم جدك لا تقولك صغينون صغينون إن شاء الله تلحق صغينون على رجالك زعينون الله خذ الماء خذ الماء تقابل شوف هي ترى مشكلة الواحد اللي يعطي الشباب وجه وانت قد قلت يا دحام قبل تذكر لا تخليهم يمونون عليك ما لهم أنتم يمونون لهم ليه لا يدبسك على طول قولي قولي بس لأني أنا كنت منو متعامل معكم رسمية وماشين كذا إيه بس يوم ضحكت معكم كله إيه قام يتجري سلام على أنتم أدب إيوه 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 يا أبو جايب إيه ما أنا معلمك الكلام ذا هو من راسه أو من راسه نعم من راسه طلعني أنا أقدح من هني أنا أقدح من راسي أنا أقدح من راسي يا بنات معي أنا أقدح من راسي الله كم توقعون عمره يا ماجد رجع هذا إيش كم توقعون عمره رجع سبعة برا تبغى إيش مثلا هذا باقي سنتين الله يرحم الحال شوف الثنايا الحليب ثني 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 ما تجيني انت ربع ربع والله انت سلام عندك 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 اثنيتي عندك انا امك يا مسلم انت عاد قلنا بس انا فينا والله ضغطت لي فيس انت ما انت هاوش معك احد المجلس ما كان في لي شو بدي اتكلم انا وماجد يجي يجي احد المجلس يا عبد مصعب ما ادري ايش قال واحد المجلس صفق هذا تلقى هذا تلقى بس لانك موقوف داي كنت انا مزبط وزني انا الله يجي روايه شيء هذا اظني هات 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 العيال كلهم مش مع ماضي داي اللي هنا خلص والله اي والله كان اجيب اقسم بالله هنا ها شو مع الماضي ذا ما انا شفت يا ودي بلاش المنتجات اللي كلها هذا شو مع الماضي ويحول لا عطى عطى لا عطى يا مصعب يا ودي اخر مره يا الربع نقترح اقتراح كنا نشري المنتجات حقت شروع الماضي كلها والله والله اقول البارع عطى سمع لا عندي قال قال ادري والله العظيم يا عيال في 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 يرفع ضغطي فيصل هالثنايا اللي ترفع ضغطي ليه تكفى ليه فك خلنا نسوي اقتراحاتنا اي سوى الحليب وراح يو يا الحليب الناظر يلا تقعد جاي صراحه الحليب الناظر تخيل تطلع اتفاقيه لا 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 ما تصل شيء عادي عادي كوبنا مليون رياليتي في رد رياليتي في رد شو وجهك هذا من حليب الناقه الله يطول عمرك الله يسلمك دقيقه خلنا نصب لك عزودك لا والله تقبل هذه حركات تسويها والله شكرا لا توجه اللي قاعد بالعباده جيب لي واحد كيف خلص خلص عطي واحد يا عطي واحد عطي واحد ومشبب خليه كري مستمع ابي واحد كيك واحد كيك واحد كيك واحد كيك واحد كيك ليه اسمه ما قال شيء لا انت ولا ماجد ليه بش ليه فاضي ما جاء اسمك ما جاء اسمك كيكنا اسمك ايه كيكنا 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 من شموع الماضي حلوة حلوة اقسم بالله يا حليب الناقة ثانية يعني عطني حليب لحليب ناقة يعني هو يلمح لك مليون يا باللعبة علمنا 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 يا باللعبة هم شركة كاملة الجمعة الماضي هذا ترك الشركة راح لحليب الناقة لا لا شوف هذا يجي مكس مع حليب الناقة دمار شامل بس يا ريت باللعبان يفهموا لو يجيني الحين يعني مثلا كيكين لو يجيني كيكين راح ناقة عطني كيكين لا والله كم يوم لا هم لو جيني كيكين بروح حلب الناقة هات كيكين الحين حلب الناقة تبيع الحليب كيكين ما له دخل ما له دخل ما له دخل في البيع ما له دخل أخذ وعد بالله مصعب يقول حاسب الأسبوع يقول ما حلب الناقة من هو مصعب يقول بالعبال الأسبوع ما حلب الناقة بالعبال الناشط وكلنا له حلب الناقة ما أدري عن مصعب لا إله إلا الله كلها أبروح له أنا قلت زي كذا بس ما قلت أسبوع مرت من عندك الله يش زوجت خمسة أيام يا ما أدري إيش صار عليه قلت لو كم يوم سمعنا شكل ميت
ناخذ الراعي يجي زاويه هاك في شيء هات حط ابو لبن الله العظيم اللي راح تلحقكم معني هم مع في السجن مع سلطان الصباح عطني هاك سبحان الله والله اني امس داعي الله يفرقكم واليوم تفرقتوا الحمد لله الله يجعله في السجن اليوم تسحين والله اعوذ بالله والله يجمعك ماذا الاحتراميات والله اولا قل امين الله يجمعك انت ويا ثنائيه مدتها 35 يوم انا ابو لبن ايه اعوذ بالله لا انا وانت طيب هل انت اقعد مع دحام ولا اقعد مع ابو لبن هل انت تبى دحام ثنائيه هل انت تبى دحام ثنائيه يا اخي انا ما اداني كلمه ثنائيه ليه بس تبى دحام ثنائيه انت ما تبيني يعني خوي اي هكذا كذا تقوم دحام عادي عادي ترى عادي نصب حقنا انت حق تبى ثنائيه انا اتمنى اني اخويك يا مصعب ها يبي خويك رجل بخوي والله يخويني بس ثنائيه ليه ثنائيه وش هي ثنائيه يعني ثنائي القطب يعني اثنين سوى لانك فاهم هو فاهم يعني صب حليب في حليب تبي حليب تبي حليب؟ تبي حليب؟ ايوه اعطي حليب لكن الكيك اللي في يد الرجال ما جانا الكيك واعي الكيك واعي انا في يد الرجال فصله ومدري شو ولا شوف الكيك عطنا منه هات 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 كيك كيك عطنا منه تركت الارض النظيفه كلها تركي حطيتها على ذي شفت شفت يا ولد يا ولد الله لانه انا مراقب كلمته حتى في الدرج وداخل وبرا يعجبني الرجال اللي انا يعجبني اي والله يعجبني الرجال اللي على انا كذا هو كذا بس احنا تلاقينا تلاقينا صح صافينا تخوينا تعدينا الخوة يعني عزني وعزيته قدرني وقدرته بس اكتشفت شخصيته كذا نعم شخصيتي كذا نعم وش الشخص انا شخص يعني عكس 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 بكل شيء انا لا 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 اسمعني شوف انا كذا انا بمثلك انا كذلك ترى حطني في جنبك انا العلم وش انا ذاك الغرب ما جيكم صب لي حليب صب لي حليب شخصيه الدحام وسوس النظافه اي مو سوس النظافه هنا هذا ادبس ذا على ذا وامشي حاطك اسمعوا تدرون ليه هو اسود النظافه هي الزين مع 70,000 كوت من كثر الدروج ما خذتها الدرج مليان والدرج مليان ودو خلي انا شفت كوت حطيت جكسات عنده كل يوم طالع لي واحد من العيال لابسها طب خلني البسها بس انا مره بعدين خلهم ياخذونها روح سبلها كم لنا يا عيال كم لنا شهر وعليها والله يا ابوك ما خلص اي في كوت هناك دحى انها جديده هجي بلبسها اليوم انا وحسين ومصعب خوف ربك يا ولد طلعها لا لا بنجيك اي بس ما لبست انا للحين هذه اول مره البسها الحين انت عارف يحسب الكوت إيه؟ مخيط اي ثنائيه الفلس ثنائيه الفلس يا ابوي ترى اول شيء عندك كوتات جديده واكلك مثل الشبور اي جاني كوتات جديده راك ناشف تبي لك حليب ولا تعب دقيقه جاني حسن العدني تعبك كرك اخذك يا مصعب فتح درجي قال لي ولد ايش الجاكيتات المارك يا اخي البسها يا اخي وهميد وانت استحي في البدايه كنت مستحي من اللي قاله والله حسن العدني الله يبارك سبع دول قال ولد جاكيتات ماركه حرام عليك ما تلبسها بتطقم انا اللي ذي ما البسها دحام انا ويا سعي واحد ومون عليه بس البسها احرقياتك بعد بس اسمع ما اخذ لي كاب قدشي راميه بوسط الخيمه ومدعوس دعس طيب هذا كم قيمة احطه في الكيس والله انا والله من الناس اللي صار عليه السالفه ذي بعلمك السالفه دقيقه جكيتي هناك الجكيت الثاني اديداس هناك محلول جكيتي مو جكيتي كابي طايح هناك جكيتي حذوف والله انه بالارض يعطونه الرياجيل شوف عيني اسمع والله الاول بالارض يعطونه ليه جكيتي الثاني يعني جكيتين وكابين على السرير مرمي قلت انا بترك على السرير لانه بيقول على السرير ما هو بالارض قلت خله بشوف متى يشيله واتركه يومين الله وكيلك ما اسمع دحام تدري متى اول مره فتحت الدرج البس ما البس ما كل ما يطيح البس حلالي حلالك واحد بس والبس فطرة يعينني كذا شوف ولا قال شيء لا لا عادي لا لا يوم الثاني اللي بكم تلبس عينتك شوي لا حسن عدمي طالع هذا الجاكيت شوي لا علي العمري لا لا اول يوم عينته تدري ليه لابس ثوب شتوي مع جاكيت الين تحت الركبه ما هو كبره ولا هو كبره الظاهر ذاك طالب للحين ما قصته تدري هذا شيء وطالع كذا تقل خيمه تمشي طالعت فيه قلت ودي اقول له اللبس ما هو بزين كلبس
خفت يفهم منه جيكيتي. خايرت اغشه ما قلت خله اغشه ولا اخذ بخاطر دحام ما يبيني البس مشيت خليت اصلا لين هو جاني يسالني قلت تدري يعني ايش قهر يا دحام ذاك اللي شاري لك كاب ب 200 وتش ذاك اللي لقيت الدرج حقه دحام دحام شاري لي كاب ب 2500 دحام اسمعني لقيت الدرج مفتوح شو دايم غرت يا ابو طقه مره واحد لو فكيت الدرج مفتوح هاي انت البفرات والجاكيتات كلها ماركات فخمه حقت من تركي استغربت قلت ليش ما يلبس هذه اقسم بالله اني قلت لنفسي ما تعدى وانا اخلي ما دريت على السالفه الا الحين لا انا منصدم قول له ما يلبسها يا ولد انا اعبي وقال لي هو يا صدق فخمه والله والله انا فخمه قال دحام ليه ما تعبي عندي قلت يلا اعطاني الامان اسبوعين 10 ايام يوم امن نوصل اليوم هو يلبس يلا ملابسك ربع قاموا يطلع لي ذا جاكيتي اللي تو على حسن حقي والله فخم خلاص هذا طلع احترق ابى اعلمك تدري احترق جاكيت ثاني عادي انا والله يلبسون ولا حسبت حسابها ويحرقونها بس انا وش اقول خلني البسها لبسه اطلع فيها وارجع البسها الدعوه ما يبقى دحى يعني انا هذا مو دقيقه هو يحسب اني اذا حذف الملابس اني بقول لا خوي يبشر بسعده لا اصبر دقيقه خلني البسها طيب روح سوي اللي تبي احب الترتيب والنظافه يحسب اني اذا يعني مثلا كلبس كذا انا قلت بلبسه بعدين سوي اللي تبون فيه اني بقول لا ترديت اخوياي لا ما شريت الا عشان البسه انا ما جيت اشتري لك انت اياه لا الفك في الدفر اللي انت استفدت من حالته لا عاد انا 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 ملابسك ما في احد من المتسابقين يجي ملابسه قدي ولا كان نتفتكم هذا اللي مريح لا انا انا مشي ملابسي انا مقاساتي ما هي مقاسات ولا واحد ايه انت كل اسمه هذا حاب والله تعال البس من عندي ها جنبها جنب الله يرحم والدك لين البسها لا لبستها راح يحرقها ايه لا لا لبستها لحقها الخيمه اسمع بكره ما جمعت الشباب كلهم صفيتهم على الدولاب كلهم ايه البسوا 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 يعني قلنا حليمتكم البسوا البسوا فتحت انا دولابه دولاب لحق لقيت سبع دية كبات كبات سبع كذا صفط جديده يا ولد هذا اشراف يا ولد وانا اليوم الاول انتق واحد والبسه ما عاد درى عني لا دريت في لا في تدري والله ما دراني درى عني باليوم الثاني هاي هي نفس الماركات قال انت فاتح ترجي لا والله ما ادري لا بس شو انك رميت اليوم الثاني هنا وجيت بقول لك اني داري اني قلت انت فاتح الدرج قال قلت ماخذ الكاب قال لي قلت وين الكاب قال عندي عندي هو ما يدري وينه قلت وينه قال عندي عندي يعني اني ما عليك يبيني بس اروح اعطني الكبوت قلت وينه قال عندي قلت شوفها في الصبه برا هاش ماغي وين عينتها يا عيال يا عيال ها امك لبست هذاك اليوم انا هو انت لا شوف والله الوحيد اللي اخذ اثنين اخذ منهم صراحه وما يدرون دحام فيصل بن هدرا لا ايش ماغي وين توني ادري والله ادري الصدق ليش خذيت بس تكفى فيصل بن هدرا اخذ منها غطاء اختاري واختبت ايش ماغي ما لبست انا مرتين راح اما دحام ماخذ منه جاكيتات وكل شيء يعني انا ما تقضيت ترى بس جيت على حس دحام لا لا انا شو اسمه عندي ملابس واجد والله حلالك يا ابو مشبع ما عرفت البس يعني صادق والله لبسك يعني واحد يدرى حلاله شوي يهتم بحلاله شو الدين عندك الايام دي؟ الدير شلون؟ وانت كل ما فضيت اللي شتني عن الدير الله جنبك في الكركه الحين تبي شديتوا ولا مكانكم؟ قال لا شدينا الا احنا مكانكم لا شدوا 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 عشان ما عاد ينشدني لا شد حتى هو تضايق من اسئلتك اللي ما لها سنه نعيد سيناريو قبل امس اصبر الحين في فقره حرام هذا تبذير خاطر بس هذا انت تاكل تحت الهواء بتعرف شنو وياك ولا بريح ابى اطلع ما في خاطر طلع ما في خاطرك احلف بالله انا في خاطرك على شيء والله ما في خاطرك يا جميل الروح اقسم بالله الشيء هذه انها يود حلوه والله من يوم سمعت ترى افضل شاره افضل شاره هي لنا صدق تسلمون يا عرسي ان شاء الله عقب العيد عشان الكلمات ترى عرسي عقب العيد اسمع متعب عرسي والاستديو لا الصوت ترى طيب ايه عرسي عقب العيد ان شاء الله كلمات فيصل بن هدلان واداء دحام ضحك اوه تستاهل لا انا ما اشيل الا شعره عليه من الكلام
بس شفت شارت علي عايض القرني والله ان كلماتها جباره بس الصوت لك عليه رفعتها الكلمات ترى عايض القرني عايض عجب يرفع الصوت عايض الصوت يا جميل الروح تقول اقولكم تقول ربع على ضوهم يغنوا اي ربع على ضوهم يغنوا ولا انا ما دريت ان ارفع صوتها المس لا دخل مرته جاء ذاك اليوم راح للبل انا جيت انا بعلنت الله اني ما لقيت الشيء اللي ما اللي ما تدخل مزاجي ما اقولها قدام وجهه اقول في وجهه بيقفل اني من يوم مشيت مريض انا وصلت قلبي. طيب اسمع وين الشغل شلوت ايش انا وعيالي خليه هرج خليه هرج خليه خليه يتكلم خليه يسوي لي اعلان خليه يمدح يا ولد ونشغل شلوت يطلع له جواد طربيه تنوع صوت صدق انا مدري صدق اسلم اسلم دقيقه منه ها فيصل اسلم خله خلصت ها فيصل حس اني بغيت اللطم لا كمل كمل بعلمكم شيء كمل ادري انك بتمدحني داري تعقب اعرف حركاتك انا انا جيت اعطيته كلمات عي يغنيها يحق له حق كيف صح ولا لا لا دحام صدق انا اتكلم في الواقع صدق احلف ترى والله اللي يهدني بيوم احلف حلف لا لا خلنا نتكلم بدون طق لا دقيقه دقيقه والله بدون طق لو بكره طلعنا من برنامج ان شاء الله توفقنا عرفت بعد برنامج عرفت كلم كسر هذا كلم تركي شباب كلمتك انا هو انت رجال انت تبي تشيلنا شيلات ولا تبي تقول لا والله ما في مجال عندي ضغط عمل عمل وكذا كل ساعه والهلبوس خليني اشوف ذيك الساعه يمكن انكم اعفن مني ها ليش اقول كلمه الحين واطلع والقاكم كلكم صادين وساحبين وتجي تكلمني وتقول انا قلت كذا واكون لازم اتحامى كلمتي خليني اطلع اشوف ايش انت انت وش بتسوي بين الردى بعيونك يا بنت تكفى يا دحا فيصل وين انت شيء قصيده كوين قصيده كوين فيصل انت والله تبشر بسعدك ما تركي والله يبشر بسعد حي والله علي اما فيصل اي والله يبشر بسعد والله يبشر بسعد حي والله علي هي زين انا انتظر انتظر السب ما هو مجهز رد زين كل الردود شينا يبيك اصر خليه حظ وش شطر يعني يا ام سعد الرشيدي هدي وين مش حبيبتي والمشاعر برسيم برسيم شاف طرى عليه قاله هبت شاف البرسيم قال برسيم هذا اللي ما ودك يتكلم حبيبتي والمشاعر مبخرة عشان اقول حبيبتي قصيدة قصيدة كذا ترى حبيبتي والمشاعر برسيم وانا كمل عنز اتحداك تلقى عندي برسيم لا ايه اتحداك تلقى اتحداك تلقى في قصيدي كله حبيبتي هو عادي بس انت كذاب ابى اثبت انك كذاب طقطق انا ريالتي ريالتي يا زهران مثل ما قال اسمع انت طقطق على شيء فيصل اه والله فيصل ما جاب لبن قال بيتي مكسور صح ولا لا المدح من ابو لبن مسبه والمسبه من ابو لبن مدحه يا سلام خليك يومك تدور انت وفيصل يا سلام روح تبع على رجال عليه ردود يا ولد ابو لبن ابو لبن ابو لبن ابو لبن يا شيخ انطلع بيتي مكسور ما اكتب هو مو مكسور تبي انا الصد مو مكسور بس ابو لبن يعقب انطلع بيتي ثقيل ثقيل ثقل ما غني ابو لبن ابو لبن ابو لبن ما يتجرى ابو لبن ما يتجرى والله ما يتجرى معطيه حد انا حتى في القصيدة ما سولف يعني لو تجرب بيقول بيت مكسور ابو لبن انا مسكته يا اخي ابو لبن جبت حصاني هنا قدام دحر اعرف للخيل وجيني لا لا تسوي به كذا سو هو جالس كذا سو به كذا عنده فلسفه عنده تعقيب غير طبيعي امسكه والله حاتم عنده تعقيب غير طبيعي مسكته انا لا تسوي كذا سو كذا مسوي ابو 70 سنه ومختم لا لا بس انه بس انه عاد شوف هي شخصيات يعني مثلا انا الحين تقول لي دحام لا تصير شري انا غصب اصير اي مثلا تقول لي لا تصير شري لا تنبقى انا غصب تشوفني حتى فوق البث تحت البث مرات اطلع في اشياء صور الناس تشوف شيء صادق انا من داخل والله اني شيء ثاني صادق هذه خاصين فاي ممكن هو غصب كذا انه يحب يعقب يحب بس انت 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 قلتها بس انا من ناحيه القصيده ما القصيده يوم جاء طاري قصيد والله اني من دخلت القريه ما كتبت Thank you.
ابو عبد الله الدكتور عايض قرني. انا اعرف يا دكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. السؤال في بالي بكفالتي للايتام، هل ممكن الله يرحمني ويدخلني الجنه؟ نعم، من اعظم الرحمات رحمه اليتيم، ومصداق لقول صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الله، يرحم الله من كفى اليتيم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيح أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. شيخنا جمعية عروة الخيرية عندهم مشروع ويتمنون الجميع يشارك فيه حتى يكتمل، 250 ريال سهم الفرد، وعن والدينك ب 500 ريال، وعن أسرتك ب 750 ريال بس، وكفالة المتر المربع ب 2000 ريال. وش رأيك يا دكتور؟ هي رحمة. والله رحمة، وأنا أدعو لذلك، لكن أقول لا. لما لا تقول لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنا أبدأ وأتبرع ثم أدعو الإخوة يبدون بذلك، والله يتقبل منه ومنهم. الله يكتب أجرك. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التحويل. نعم. بعدين جمعية خيرية. نعم. بعدين. لو تكتب فوق عروة بالألف المقصورة. طيب. توصل مباشرة. عروة. أيوة طلعت جمعية عروة الخيرية اللي هي أول واحدة. أول واحدة. نعم. طيب. ثم بعدها أيقونة الوقف الخيري. ثم بعدها الاتجاه إلى الرصيد البنكي. توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول، استخدم كود BD1. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. أفخر الطيب، سعر وجودة. مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور. دهن براشين بيور صافي. تايجر للمناسبات. دهن تراد بيور صافي. مسك أفخر المميز للجسم. رقائق في تنامي طبيعي. وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب. وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1. والله انك منور. السلام عليكم. مرحبا جيران. يلا حي وين الساعه طيبين. الله يحييك. كيف الحال؟ والله وين راعي. يلا حيهم امكم طيبات. يحفظك حلوه كل مره. الله يسعدك. تبشر عند الله. الله يرضى عليك. الله يسعدك. والله مزيد رصيدك دمي، والشتا مزيد رصيدك دمي، والشتا مزيد رصيدك دمي، والشتا مزيد رصيدك. يلا يلا شباب ما تبونا.
ذوق عالي مستوى والبال طايب في بداية كلنا أهل وقرايب والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير يا سحابة عطري ما زد رصيدك أحلى أيام الحضر ما استعيدك بشريني يا سحابة بجديد والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير اي لا تطول السؤال والله يجزاك خير شباب فيه ميزة ها لا 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 شيخ ناصر ما ما تحب الجامعة الله 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 هذا لا يحدث كل يوم يعني ذكر بس حلوة يعني لا 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 ترى في حاجة معلومة خصوص هم في حاجة الجميل الجميل كل جميل شغل وجوده جميلة بسم الله نجي من هنا ما في مشكلة جلسة نداوم والله هذا إن شاء الله تبارك الله هذه الأسياب تابعة للأسواق ما عندك منها بيض وكب ما شاء الله حلو يعني لازم تنكت على ديكورنا لا والله جميل انتبه ايه انضبط انضبط وين بقيت الشباب المتسابقين وينهم فقرة معهد ناصر ناصر جالس يداوم تبارك الله كل يوم يطلع البث 24 ساعة هو يطلع 25 ساعة تبارك الرحمن شو سوي يا أخي إذا كان لي قبول عند الشباب عند الجمهور شو سوي والله لك قبول في قلبي شوف مدام لك قبول في قلبي أنا ما يهمك من الذي إذا كانوا يطالبون فيني كل يوم الشباب أرفض ما أقدر أرفض يا أخي لا لا إن الله مع الصابق طالبت في يا شيخ كل يوم طالب ابو عبد الاله نعم حاول تجيب هذا الطريق تفضل تفضل شيخ ناصر تفضل الله يسعدك حي الله الشباب وين زملائكم وين زملائكم انا حي جمهوري عبر العالم هنا عبر قناه بدايه قناه الحب والجمال هلا بشاعرنا هلا بالرائع منور والله عسى سلامات طيب الله مسي على رسول الله حي الله شيخ ناصر الله يحييك سلام مباركه والله انا اللي سعيد ايوه اسمعك منور والله الله يطول عمرك نور ايامك داومت ولا لسه؟ لا الحمد لله داومنا ما في مشكلة شيخ يعني حركات الإعلامية احنا على الهواء ولا لسه؟ نعم يعني راح تشوف تفاول ولا لسه؟ أنت ما شاء الله لازم تفهموا حركات الإعلامية هذا الخبث الإعلامي حبيبي على سلامتك والله نسأل الله أن يحفظكم المحمود حلوين صح مصعب قال لي راح يفتح مطعم شاورما قريب ما شاء الله يستاهل والله بس على الصاجة على الصاجة بشنو بس طيب وكثر الشطة بس بدون كثر وين الشباب؟ وين الشباب؟ يلا يا شباب عشان نبغى نبدأ نبدأ مع الشباب علشان اليوم معنا مشرفنا ناصر سي عبد الله حبيبي الرجل الجميل الرائع المميز الخلوق اللي نحترمه كثيرا ونقدره كثيرا لرسائله الجميلة والمميزة عبر شاشات القنوات الفضائية بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا في هذه الفقرة اللي نتمنى إن شاء الله تكون فقرة لذيذة ممتعة جميلة رائعة صحيح إنها ما هي فقرة زد خيرك ولكنها دخولية عشوائية من أجل هدف ما نريد أن نحققه ونرسل الرسائل المميزة والرائعة اليوم وقتنا قصير جدا نختم معكم الساعة 9 مساء بإذن الله فراح يكون اليوم عنوان لنا حرمنا منه ليلة البارحة كنا نتمنى أن نطرح هذا الموضوع عن الفقد ولكن ما جرى ليلة البارحة من ضيق في الصدور واحتباس في الأنفس من تركي الدوسري وسعود العتيبي مع متسابق يزيد رصيدك 9 اليوم أجلنا فقرتنا البارح إلى اليوم حتى يعني شفت لي صامل بيقدم الفقرة بيقدمها هذا أنا ما شاء الله الله يبقيكم مرحبا بودي جاردية الشباب ولا معكم متسابقين حلوين ما شاء الله رزقت مرابع النجوم وصابها الله وادق الرواعد جودها فرهامها الله من كل داجية وغاد منجن فعلى فروع الأيهقان وأقبلت وأقبلت بالجهلتين ضباؤها ونعم الله أنت سهل علي الله يسهل عليك ما حد فهم أي شيء لا لا بالعكس هلا بالغاليين نورت والله منورين منور الأسود ما شاء الله تبارك ملك الله. الألوان أوه منورين ما شاء الله أناقة ما شاء الله هلا بالغالي نورت ما شاء الله تبارك الله تحس الموظفين في مطعم برجر حبيبي هلا بالزين الله عليك برافو الله يحفظك صح عليك وهنيئا لكم والله ما تقدمون يلا حياك املؤونك اللي بصلة الدولية للقوم والله حلوة اللي يرحبون بالضيوف حلو أدب عليكم تدبون علي ما يصير هي واحدة واحدة وانتو طيب لا هو إذا واحد وصلت معاه من هذه المرتبة يعني يقولوا من علامات حب المحب
ألا تتكلف معه في الكلام ولا ترتب الكلام ولا تصرف. أما الناس يعني الذين تحسم لها بألف حساب ماذا ستقول وكيف تسكت هذا الله يوفقنا ويوفقكم. جميل والله يا أخي أنت نعم نعمة وجودك علينا شيخ ناصر. ليش لأنك جابر الخواطر. لو أنت موجود فسرت هذا الكلام كان من بعد الهواء ممكن نتلاقى تصير في مشكلة. فالحين حسستنا نحب بعض. نعم هذه جلسة إصلاح. حلو بيض الله وجهك. طيب الله يسلمك يا رب. نرجع من جديد شبابنا احنا هلا ودي أبدأ الحلقة. هلا بالزيت نور. سريع سريع ايش فيكم طقمين عزل المقام كيف الحال؟ عهد قريب كلكم أسود على أسود فريق فرقة ترفيهية ما شاء الله وقف الروح ما شاء الله. حلو حلو والله يبيض وجهكم. طيب احنا تحدثنا ليلة البارحة عن الفقد وقلت لكم ليلة البارحة بأن كان الموضوع هذا استنباطا من مقطع انتشر في السوشيال ميديا فجاء في ذهني وفي بالي ليش ما نسأل بقية المتسابقين عن الفقد وبعض القصص اللي وجدت لهم في حياتهم فقد القربة فقد الروح وفقد أناس فقدتهم في يوم من الأيام كانوا معك ولكن انتقلوا من مدينة إلى مدينة أخرى فقد الأخت حينما تتزوج وتنتقل مع زوجها إلى مدينة أخرى ويكون التواصل عبر الهاتف فقط والأجساد لا تلتقي إلا بعد شهور أو سنوات وفقد الغالين علينا تحت قبورهم إلى آخر من أنواع الفقد. دحام الضحيك هو من يعني أشعل الشرارة عندي حتى استنتجت هذه الفكرة فلربما دحام عنده قصة أخرى ولربما المتسابقين الموجودين اليوم كذلك عندهم قصص في الفقد. من فقدت وماذا ستقول له وماذا ستقول عنه قصص فيما مضى كانت لكم نبي اليوم يعني نطلع اللي في داخلكم من عبارات وروايات. واليوم في أبريت لمتسابقي زد رصيدك 9 الأبريت سيكون جاهز بعد قليل وسيطربوننا المتسابقين بأدائهم وروعتهم وجمال أصواتهم ولحنهم وقصائدهم المتميزة اللي حضروها لمثل هذا الموضوع. فكونوا بالقرب وأخبروا من تحبون يا مشاهدينا بأن عنوان لقائنا اليوم كبير جدا والقصص موجودة عند كثير من المتسابقين عن فقدهم لمن يغلون ويعزون سواء على الأرض أو تحت الثرى. خلوكم قريبين واليوم راح تكون لقاء غير وعنوان غير مع ضيف غير الضيف المميز الإعلامي النجم الرائع صاحب الكاريزما المميزة وصاحب اللسان العذب وصاحب البيان والفصاحة الأستاذ الإعلامي ناصر سي عبد الله. سمعونا تحية ناصر. الله الله يسعدكم والله جميعا. أنا والله اللي سعيد بكم بوجوهكم بطيبكم بأرواحكم بهذه الأخلاق العلية وبحبيبي الإعلامي الكبير ناصر. ناصر تبارك الله فيه ميزة جميلة أبو عبد الإله حتى أبو تخيل طلب منه شواية على الهواء بخاري ما شاء الله تبارك الله يعني رزقت الأدب ومعه هذه الروح الجميلة اللي تغرسها في نفسك والناس وكثير من الإعلاميين الذين ظهروا على الشاشة ما شاء الله حبيبنا أبو عبد الله كان له أثر عليهم الله يبارك وهذا هو الجميل في أنه الإنسان يترك هذه الثمرة وهذا النور حتى يعني مثل ما يقولوا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني مرات الناس ليس بحاجة منك إلى أكبر من أن تقول لهم كلمة طيبة أو بسمة جميلة ما بالك إذا حبيبنا ناصر جمع معها المال والكرم والطيب وحسن الوفاء. وأنا والله اللي سعيد بكم أنتم مكسب للشاشة وللحياة وللبيوت فهنيئا لبيت فيه أمثالكم. والله وش رأيك دحام فنجان منور والله من اللي طقم لك ما شاء الله. طيب انا والله ما في طيب شو انا اتمنى ترى انا متقهوين خالصين فاتمنى بس الجلوس جلوس سلام يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله استريح نور السلام يا مرحبا اهلا وسهلا شباب نتمنى الجميع يعيد اسلام انتم بس علشان وقتنا ضيق وعندنا أبريت ستقدمونه وعندنا كذلك بعض القصائد اتمنى للشباب في الاعداد يخبرونني من المتسابقين اللي جاهزه عندهم بعض القصائد والأبريت لمن من الأشخاص اللي سينشدونه أعتقد أنكم تعرفون يعني أكيد من اللي الأبريت من اللي أنشده وجاهز نواف السند أنت معهم ومن نواف وحسن 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 العجمي وفي واحد ثالث معكم من سعد مساعد وين مساعد أنشدت معهم الأبريت لا والله هو اللي قال طيب من الثالث وحسن العجمي يعني ثلاث أشخاص. طيب الأبريت نبي نبدأ فيه حلقتنا اليوم ثم بعدها نحلق من خلال هذه الكلمات. من كتب القصيدة يا شباب؟ قصيدة من كتبها؟ دحام
دحام بحيك وصقر وصقر ومصعب الغامدي. طيب خلونا وإياكم، أنا أتمنى أن الشباب اللي موجودين الآن معنا الأوبريت، أنا كنت أتمنى أنه على الستيج لكن الهاوس مشغول الآن، حتى يكون الأوبريت يكونوا واقفين الشباب وينشدونه، لكن أنت اقترحون علي وين توقفون يا اللي راح الأوبريت. طيب حلوة فكرة طيبة، جاهز هناك؟ لا ستيج هناك شباب. طيب خلاص اللي جاهزين للإنشاد يتوكلون على الله هناك، خلونا نتابعكم عن بعد افضل. يلا يابسي يلا نواف السند استعينوا بالله حتى تصلوا هناك. ناصر سي عبد الله، الفقد عنوان حلقتنا اليوم، والأوبريت سيبدا الان وسينشدون الشباب على الهواء مباشره. محمد اليابسي ما يصلح أوبريت والفنجال قهوه في يدك على ما توصل. حلو على بال ما تلفون وعلى بال ما حلو حلو، هذه لمسات اعلاميه لازم تنتبه لها. يلا على الستيج ناصر سي عبد الله. الفقد كلمه كبيره تحسس منها الناس، وكانهم يعتقدون بان حينما نتحدث عن الفقد فمعناها نبي نحزن نبي نبكي لا مو بصحيح. احنا نتحدث عن الفقد ومشاعر اعتقد انها من الوفاء، انه لما تتحدث عن من فقدت بغربه او بوفاه او الى اخره، فانت عندك مقدمه كذا عن هالموضوع وش تقول؟ اولا الحمد لله الذي له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه مولدا ومحتدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدا وغيوث الندى، صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحاب، ذاك هو رسول الله لن ند نده ولا الورد مثله، ولو أن حاسده أثنى عليه لقال عدوه صدق، فيا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تحية طيبة لكم، أنا والله سعيد بكم بجمهور بداية قناة العالم والحب والجمال والرند والحرار والشيح والقيسوم. سؤال كبير حبيبي وعبد الإله، الفقد ربما لما نتكلم عن الفقد بهذا المعنى نحن نتكلم عن عنوان الوفاء وكيف أننا نصحح المسار، لأن الواحد لما يعلم أن الدنيا مهما طالت فإنك ستفقد وتفقد، وأنه تمر عليك أشياء تخليك تعرف أين أنت وما موقعك من الإعراب، ماذا أنت بالأمس، ماذا أنت اليوم، ماذا تريد أن تكون غدا. لذلك حتى في عالم النجاح قبل الفقد أنت لا تنافس الناس، نافس نفسك ونافس الهدف وخطط لما تريد أن تكون عليه. أنا لو أحدثكم عن رجل كان أفضل رجل مشى على وجه الأرض، بل ما أظلت السماء ولا مشى على الغبراء خير منه، رزق حسن الخلق بل استوفى الخلق كله. يعني بعض الناس فيه كرم وبعض الناس فيه وفاء وبعض الناس فيه عطاء وبعض الناس فيه جمال، هذا الرجل جمع ما تفرق في الناس من الجمال والنقاء والحب والكرم. كان يأسر الناس حين يقابلهم حتى يظن كل من يقابله أنه الأحب إليه، كان وفيا لزوجاته، كان وفيا لأبنائه، وفيا لأصحابه، بل كان وفيا حتى مع أعدائه. إذن كان الناظر إليه ينظر إلى رجل هو الأحب إلى الله وهو أفضل رجل مشى على الأرض، بل ولن تعرف البشرية له نظيرا لا قبله ولا بعده، فهو مسك التمام ولبنة الختام، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزق الأدب، رزق الخلق، ورزق الجمال. يصفه الواصف يقول ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رزق طيبا وملاحة، فكان يكره أن تشم منه ريح غير طيبة، يعني لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون جميلا نظيفا، بل هذه كانت خاصية له، أن حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كانت تجمعه بعض أمهات المؤمنين لتتطيب به، فكان جميلا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. هذا النبي الكريم الذي ولن تعرف البشرية له نظيرا، بل ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خيرا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم تخيل مع هذا الجمال في الخلق والخلق والشكل والنور والسرور، يأتي يوم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقدون أعظم رجل. أنت تخيل لو أقول لك فقط أنه في رجل نبيل شهم دائما تعرفه، ثم حدثك الناس عن فقده، أي حزن سينتابك وأي قلق سيعتريك، ما بالك أنه هذا هو أفضل رجل مر على هذه الأرض، بل
لن تعرف البشرية بعدها له نظيرا إلا أن يأتي قيام الساعة، فيكون من الأمنيات في الدنيا أن تتمنى رؤيته. فقده الصحابة، حتى يقول أنس كان أفضل شيء حين يعني على المدينة حين دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين فقدت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفقده الناس فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان حنوه مع كل الناس، كان يخطب على منبر من جذع يعني من خشب، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فحن إليه الجذع، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده، الجذع حن إليه وأمته أولى بذلك الحب والحنين، فكان كل من يتعرض لأذى أو ظلم يجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوته، يجد فيه الحب والخير. ثم يأتي ذلك اليوم الذي يفقد فيه الصحابة فتظلم المدينة، بل يظلم العالم كله، فإذا لم يمر على الناس فقد كفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحب في حياتنا اليوم بين الآباء والأبناء، بين الأمهات، بين الأزواج، بين الإخوة، بين الأخوات، العمات، الخالات، تجد في لحظة مو شرط تفقدهم وفاة، يعني أنتم الآن في برنامج أموركم ممكن لأنها لها قوانين معينة، بس اللي يتابعنا اليوم كم لك عن أختك وعمتك وخالتك وأمك وأبي، بل وأصحابك الذين درست معهم، أين الوفاء؟ الوفاء عملة نادرة في زمن المتغيرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي للأحياء بل حتى للأموات. يعني خديجة لما فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لما تأتي العجوز يقول أكرموها، فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، وكانت هالة أختها تطرق الباب فقال اللهم هالة، لأن طريقة الطرق تشبه طرق خديجة. يقول ابن حجر والعجيب يعني في معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم حب خديجة وهي ميتة، فلا يعني أنت لما تفي للأحياء ممكن تنتظر رد الجميل، لكن لما يكون وفاؤك مع الأموات معناها هاته أصالتك وأخلاقك ومنبعك، لأنك ما تنتظر رد الجميل. لذلك من أعظم الإحسان إيش؟ أن تزرع شجرة في طريق لا يتوقع أنك ستمر به مرة أخرى. هذا الإحسان، أنك تزرع خير، تزرع سرور، نور، تضع الماء في طريق ما تتوقع أنك سترجع إليه مرة أخرى. جميل، يعطيك العافية ناصر على هالمقدمة الجميلة وبارك الله فيك. أنا ودي بس أخبر الأخواني المتسابقين وكذلك السادة المشاهدين، اليوم في إن شاء الله في الدقائق القادمة سيكون فيه هبريت من متسابق زد رصيدك 9، وأيضا سيكون فيه قصائد عن هالموضوع، وأيضا في مداخلة هاتفية من بعض آباء المتسابقين وأمهاتهم، فترقبوا معنا هذه الحلقة الفخمة والضخمة والموضوع الحساس والجميل اللي إن شاء الله سيكون رائع كروعتكم وجمال متابعتكم. خلوكم معنا، والآن بإذن الله تعالى سيكون الأوبريت مع نواب السند ومحمد اليابسي وكذلك حسن العجمي، سيكون معهم الأوبريت بعد قليل. طيب شباب، أنا ودي واحد منكم يعطينا عن هالموضوع قصة حصلت له في يوم من الأيام، قصة فقد. فمن المتحدث؟ مساعد الزاهب، قصة فقد. فقد ما هو ميت. إيه أنا أبغى اللي تبي تشوفه مناسب عطنا مجال متاح. والله في فقد ميت وفي فقد أهل وفي فقد أخوان اليوم في البرنامج، ولكن في فقد شخص واحد نحس وبتفقون مع الشباب كلهم، ولا قصر في الشباب اللي طلعوا كلهم، فقد فيصل بن عويد الشمري. نعم، الله يجعل ربي يسر عليه. والله يا فقده أنه غير علينا خير، والله يحفظه، الله يمسيه من الرجل، ولكن والله أنه غير علينا كلنا، والله العظيم أنه كان معنا شخص يوجه ويقول حنوا على الصغير ورحموا الكبير وتعاونوا فيما بينكم. فهذا الفقد اللي خلانا نفقده كلنا المتسابقين بالإدارة بالجمهور كلهم، والله العظيم. جميل، أعطيك العافية. وهذا نوع من أنواع الفقد. طبعا حنا سننتقل إن شاء الله وإياكم شباب على في أمام الستيج، وسيكون أنا والإعلامي ناصر عبد الله على الستيج، وكذلك من سيقدم ومن سيتحدث عن الموضوع نفسه. قصة فقد أخرى، وأتمنى أن نسمع عايض. وش تقول يا عايض؟ عبد الله، نور السرور، بشر الملود ربه طيب، بشرك بخير، نحمد الله ونشكره، الله يعطيه العافية، الله يجزاك خير، وندعي له بالشفاء، والله يعطيه العافية والرحمة. نورت هلا حبيبنا عايض، آمين يا رب، الله يجزاك خير، كيف عطل عمرك؟ الله يبارك فيك. وين الشعاثة والعلوم والعريش؟ ابشر بالشفاء، هب لي عريش، ابشر بالسعد. وين تقول لي كذا؟ نبغى نقول الليالي مديدة وعاد من أيام السعادة شرايط. الله يرضى عنك، صلوا على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. والله الفقد زي ما تفضلت يا أستاذ ناصر، الفقد ما هو فقد ميت، هو ما فقد حي، ف
فقد غالي. احنا في هذه القريه فقدنا اهالينا، صح، والدي ووالدتي واخواني وزملائنا والمطارق اللي شرهم يسمع، فالله يجمعنا بهم على خير. والله ما بالنسبه قصه فقد، فالحقيقه واجهتني قصه فقد قويه جدا، وقد ذكرتها قبل ذلك لاثنين من عماني بوفاه، بنفس الوفاه ونفس التوقيت. الله. اللي هو عمي محمد وعمي سعيد الله يغفر لهم. امين يا رب. انا كنت احس ان الدنيا خلود الين توفوا الاثنين الله يغفر لهم. الله يغفر. كانت وفاتهم فاجعه. سبحان الله. عمي محمد الله يغفر له كان يعني ملك في الخلق. الله. كان هو اكبر عمامي، ملك في الخلق، ملك في الاحترام، ملك في الكرم. الله يغفر لهم وتنا موت المسلمين. امين يا رب. عمي سعيد غفر الله له كان من فئه الصم والبكم. رحمه ولكن الله يعوض الجنه. كانوا الجماعه واصدقائه يلقبونه بالامير. الامير. بالامير من محبتهم له. كان غفر الله له كريم رحيم. كان يملا الجلسه انس وطرب وعلم طيب. اسال الله ان الله يغفر له وموت المسلمين. كانت هذه من اقوى قصص الفقد عليا. الله يرحمه. الله يرحمه. تعليقك شيخ ناصر. والله فعلا هو الكلام اللي قاله حبيب عايض الان، لما تتكلم على الاموات ترى ما هي مساله سهله. انت تتكلم على شخص انه ما يمكن يرجع، وانك مهما قدمت اليوم هذا يعطينا رساله انه اللي بين يديك اليوم من الاحياء اكرمهم قبل ان يرحلوا. ويعني هل كان يستدعي اللي حصل ما حصل؟ يعني بعض الغضب وبعض الزعل ومن اجل ميراث، واحيانا حتى يكون خلاف بين زوجين بين اخوين، هل الأمر كان يستدعي كل هذا؟ وتأكد أنه دائما حتى ما يحدث الفقد أن الأشياء اللي جالس تنالها بغضب ترى يمكن تنالها برضا وبأعصاب هادئة. بكرة بس تفقدهم بمجرد ما يأتي خبر الوفاة هل يمكن التدارك والاستدراك؟ هذا هو السؤال. دحام وش عندك؟ الله حي. أعطينا من العلوم الزينة. الله يزين فارغ. طيب بس عندي دقيقة. أنا بس جاهزين الشباب؟ طيب لبريت على الستيج ولا شو فيكم جلستوا هنا؟ طيب طيب احنا الان بنتجه هناك، توكلنا على شيخ ناصر الشباب، خلينا نتجه هناك حتى نبدا على الستيج وناخذ البريت من الشباب. تفضلوا. الله يحفظكم. تفضلوا حياكم الله. الله يطول عمركم ويسعدكم جميعا. ناصر مشكله ناصر اسمه زي اسمه. هلا بالغالي نورت. يا مرحبا يا مرحبا يا شباب. هلا بالقواره كلها. جاهزين؟ جميل. هلا بحبيبي. تجلسون هنا؟ الله يطول عمرك. بس على الستيج زين. ها؟ هنا لا على المسرح زين. يلا خلي الشباب يستريحون. استريح استريح. لا لا خلاص خلاص. طيب حياكم الله يا شباب. ايه دفة كذا زين. فاهم انت نفس كلام المخرج تفهم. طيب لا دقيقه خليكم معي. استريحوا يا شباب. تفضل شيخ ناصر. بيض الله وجهك يعطيك العافيه. طيب نعيد ما بدانا به لقائنا اليوم وحديثنا اليوم ولقائنا اليوم عن الفقد. من رحل من هالدنيا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى ومن فقدنا أن يغفر له ويجعل قبره روض من رياض الجنة. أبانا وماتنا أخواننا أخواتنا عمانا عماتنا خالاتنا خوالنا كل أصدقائنا كل اللي نعز ونغلي فقدنا من هالدنيا نقول نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجاوز عنه. وأيضا الفقد في الغربة، فقد القريب أو البعيد، عدم رؤيته لفترة من الزمن بسبب الابتعاد وغيرها من أنواع الفقد. هناك أبريت شيخ ناصر مع النجوم حسن العجمي محمد اليابسي ونواف السند، توقعاتك عن أداء وروح هالمبدعين اللي أمامك الآن في هالأبريت اللي سينشدونها الآن، شو رايك؟ والله أنا أتابعهم من وراء الشاشة دائما ألق وتألق وجمال ورند وعرار. شو حق يصوم الله الله كلهم تبارك الله. أنا أطرب لهم وأحبهم كما أحب جمهوركم. ترى جمهور غالي ووفي وجميل، جمهور بداية بلغ السماء سماحة وبلغ الوفاء نقاء، فهنيئا لكم والله ما شاء الله. فشهادتي فيكم مجروحه. ابو عبد الله يحط لها لزقه. تفضل. طيب طيب نبدا وعلى بركه الله ونقول مهندس صوت
توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات. ونبدا مع أوبريت عنوانه اذكرهم ومع الفقد توكلنا على الله. معكم يعطيكم العافيه. شكرا 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 بيض الله وجيكم. مبدعين مبدعين ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافيه. شكرا لهالاداء لهالمشاعر لهالاحاسيس الجميله جدا جدا جدا. عايض تفضل عندي. صقر تفضل. عفوا لكم. خلوكم معنا اليابسي حسن خلوكم معنا. ها هي كلمات انشدوها المبدعين بإحساسهم الرائع والمميز عن الفقد. تحدثنا وعنوان لقائنا أذكرهم. الليلة نذكر من فقدنا سواء على الأرض أو تحت أطباق الثرى. هذه الليلة نذكر من نعز ونغلي. هذه الليلة ذكرى فيها وفاء لكل من فقدنا. فقدنا بأجسادنا فقدناهم تحت الأرض وانتقلوا برحمة الله وإلى آخره من هذه المشاعر اللي داخل كل إنسان فيه مشاعر وفيه أحاسيس. صقر لديك كلام بتقوله. وش بيقول صقر؟ حياك الله يا أستاذ ناصر. أعطونا السبيكر يا شباب وارفعوا الصوت هنا شوي تفضل. يقولون ما به قمت انت تستوي بالقاع وأنا اليوم تحت القاع ودعت لي قمة. اليوم الحمد لله على كل حال بلغني وفاة شيخ من شيوخ يام شيخ مكارم الأخلاق شيخ الوفاء والعطاء والمرجلة شيخ سعود بن فرج بن نورها الرشيد. الله يرحمه. أسأل الله في هذه الليلة أن الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه في قبره. آمين. ويجعله من أهل الجنة. وأحب أني أنقل تعزي من هذا المكان لأبنائه والذويه. وصراحة أن الخبر هذا اليوم أنه فجعني ولكن الحمد لله على كل حال. أطلب من الإخوان المتسابقين ومن المشاهدين من خلف الشاشات أنهم يدعون له
ويترحمون عليه، والحمد لله على كل حال. هذا اللي نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روض من رياض الجنة. مبارك عايض عايض لما سمعت قصيدة زملائك وهم يتغنون وينشدون لفت لي ناصر وقال عايض أراه متأثر، ففي الأثر هذا خلفه قصة وحكاية وروايا، وش في خاطر عايض بيقول بعد هذه المشاعر والدموع اللي غرورقت داخل عينيه؟ أولا أعطونا الصوت يا شباب، رفعونا صوت الباك جراوند ورفعوا صوت عايض، ترى ما نسمع شيء هنا. لا مو بواضح أبدا، مو بواضح شيء. طيب قربوا لنا السبيكر، ما أسمع شيء ترى، الشباب ما يسمعون. رفعوا لنا الصوت يا مهندس الصوت تكرما. أولا نسأل الله في هذا المكان نعم فقدناه من حبيب ومن غالي ومن أخ ومن أب ومن والدة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يجعله في عالمنا. آمين يا رب. يقول الفقد مو هو اللي على اللي يمشي على الأرض، الفقد اللي قدوه تحت الأرض. حنا لو بريت هذا والله أنه حرك فينا مشاعر كبيرة جدا. زي ما ذكرت لكم قبل شوي وفاة أعمامي الله يغفر لهم حرك حرك المشاعر قليلا. متى انتقل إلى رحمة الله؟ وهل وفاتهم في حادث واحد ولا في أشهر متفرقة ولا؟ بينهم أتوقع سنتين أو ثلاث سنوات. بس في نفس الوقت ونفس الوفاة الله يغفر لهم. وكانوا يعني قريبين جدا عزيزين جدا، ولكن حكم الله سبق. من هذا المنبر حنا نرسل رسالة لكل أخ ولكل ابن عاق أو لكل صديق مفارق لصديقه. الدنيا والله ما تسوى، الدنيا الدنيا دنية والله، لو الدنيا تسوى شيء كان سوت عند الله شيء كبير، ولكن ما تسوى عند الله جناح. والله سبحانه وتعالى ترى ما يفتلي اللي يحب، يعرف أي واحد ترى بعضنا يجد أن الله منعم عليه، تحصل تارك صلاة، تحصله فعل الناس وبعيد عن الله سبحانه وتعالى ويجد النعم تتراكم عليه، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ عشان يحرمك الله من نعم الآخر، يعطيك الله في الدنيا عشان يحرمك من نعم الآخر. ولكن تجد المبتلى وتجد الحزين وتجد المهموم وتجد المغموم، ولكن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنجح رجل في الحياة وما عنده أم ولد. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاءات كثيرة، عاش عيشة فقر، توفى جده، توفى عمه، توفى زوجته، عنده أم وأب لكنه فقدهم. نعم فقدهم، توفى أبنائه، كسرت رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، أصيب في الطائف دعوته، ولكن بعد هذه كلها قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم رجل من خاف الله رجل من يدعو. في اليوم من هذا المنبر ومن هذا المكان نوجه برسالة من مشاعر، أنا أشوف عيون إخواني وصقر جعله يسلم الله يحسن عزاه في وفاة الرجل هذا. نعم حنا نوجه رسالة أستاذ ناصر من هذا المنبر، رسالة محبة وتقدير لكل أخ ربما أنه بينه وبين أخوه شيء، أو كل ابن عاق، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الرسالة والله يستعملنا ويكون في طاعته. والحقيقة والله أن المشاعر بتلخ. شعنون لك عمالك اللي توفوا لبيك؟ شعنون لك وشعنون لك عنوا لي شيء كبير جدا، عنوا لي حياة محبة تقدير، يعني عنوا لي غفر الله لهم الله يغفر لهم وتلموت المسلمين. آمين. عمي محمد الله يغفر له وعمي سعيد يعني كرماء كرماء أمرس، وبيوتهم مفتوحة مجالسهم مفتوحة وعلمهم غانم، وعلمهم عند بني عمهم وعند ربعهم وعند من يعرفهم يطول وجيههم، ما بالك عندنا يا أولادهم يا أقارب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من هذا المنبر أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. أن وياكم من فقدنا جميعا. ناصر تعليقك. والله شوف هذه المعاني كلها، أنا سبحان الله كنت في جامعة سنة أولى جامعي في كنت أدرس ساعتها في جامعة الجزائر إعلام واتصال، سبحان الله أول سنة هذه فقدت فيها الوالدة. الوالدة الوالدة رحمها الله رحمة واسعة، أمي خديجة كانت من أطيب الناس، فيها سماحة ولطف ووجهها وضاء. سبحان الله لما جاءت هذه الفترة تدري أنك تعيش لولا
يعني مثل ما يقول ابن القيم وغيره، لولا معرفة الناس أنه في لقاء قادم ولقاء لتفطرت الأكباد. يعني ترى لا يعقل يعني بالتفكير لو الإنسان يعيش، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فينا هذا النسيان. وإلا الأم التي حملتك وأرضعتك واحتوتك وآوتك، لأمك حق، لو علمت يا هذا كثير، وكثيرك يا هذا لديها يسير. يعني الأم كانت يعني تجوع لتشبع أنت، ويعني ما في أي اتصال يخوفك بعد فقدان الوالد والوالدة. الاتصال الذي كنت تخشاه أنك سلموا عليكم فقدت الوالدة أو أنك فقدت الوالد، هذا لم يعد، معناها سترد على أي اتصال وأنت لا تخشى أي شيء سيحدث في هذه الحياة. يعني أكبر شيء سيحدث لك يعني وقاصمة الظهر كانت في عهد الصحابة وعهد الأمة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يتوالى عندك الأحداث وتصغر وتصغر مقابل أن تفقد الوالدين. فرصة إذا والديك على قيد الحياة، إذا الآن هم قدامك لا تنتظر حتى يطلبوا منك الشيء. من علامات البر أنه لا تنتظر اللحظة اللي يطلب الوالد والوالدة شيء، تعرف أنهم يحبوا هذا الشيء الوالد أو الوالدة، قدم هذا الشيء قبل أن يطلبوه. لذلك إذا كانت الوالدة أو الوالد إذا احتاجوا شيء مباشرة أول من يأتي في خاطرهم هو أنت، فهنيئا لك، هذا باب للجنة فتح لك. تلقى بعض الأمهات عندها 10 أولاد مباشرة تختار أوسطهم أو أولهم أو آخرهم، هذا معناها أقرب الناس إلى قلبها والذي لا تخشى ماذا سيقول لها. إحنا نعاني من ظاهرة اليوم وما هي كثيرة بفضل الله، سواء مع الزوجات مع الإخوة مع الأخوات، لما يتصل صاحب ويرحب وهلا ومرحبا والكل يسمع ترحيبه، تتصل الوالدة إيه بعدين، لا، هي أولى بهذا الترحاب. بل حتى لو كنت حاضر، لو كنت يعني مهما كانت منزلتك فأنت ابنها ويجب أن تجلس عند قدمها وتطلب رضاها وخدمتها. كان بعض السلف يقول كان أخي يعني يسهر الليل قياما، يعني يقوم الليل، وأنا أبيت عند رجل أمي أهمزها، يعني يلعب برجلها ويمازحها، ها زي المساج اليوم. طيب. قال ولا أود أن ليلتي بليلته، يعني هو يقوم الليل عظيم. طيب معنا اتصال، بس اسمح لي قاطعك أبو دحام الضحيك، مداخلة الآن هاتفية، أستأذنك. شوف رجع الدحام، هذا من ذكائي الإعلامي أني أرجع دحام لأنه كان بغادر المكان متأثرا بما ذكرت شيخ ناصر. ولكن نقول مساك الله بالخير يا أبو دحام، حي الله الشيخ عبد الرحمن الضحيك، مرحبا بك، ترحيب المطر، والساعة المباركة مداخلتك معنا في هذه الأمسية وفي هذه الحملة المختصرة. معنا شيخ عبد الرحمن. الله يا مرحب. معك الله يحييك يبارك فيك. الله يحييك، وسعيدين فيك وفي مداخلتك وسماع صوتك على الهواء مباشرة، وخصوصا بأنك رجل مثقف ورجل واعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ويزيدك من واسع فضله. السؤال اللي أنا بسألك يا أبو دحام ولا أبو غانم؟ أبو دحام. أبو دحام. إحنا في هذه الحملة. طيب دحام يكلمك. طيب يا هلا مساء النور والسرور، حياكم الله يا هلا. هلا فيك، كيف الحال؟ الله يبارك فيكم ويعافيكم خير، الله يجعلكم منه وخير ان شاء الله. امين يا رب. عمرك علومك وعلوم اهلي واخواني طيبين. مايكك يا دحام، استريح يا نعوم، الله يديم علينا وعليكم فضله، يبارك فيكم ويعافيكم. طيب مايك ناصر، جدتي علومه عساها طيبه. داوم يا شيخ. طيبين طيب، كل الامور طيبه، الله يعافيكم ويبارك فيكم، والمسؤول عنكم امورنا زين ولله الحمد. الله يطول عمرك، ابشرك علومنا بخير وخيره ولله الحمد، زود نعمه نحمد الله. الله يبارك فيكم، الله يعافيكم ويزيدكم من فضله ان شاء الله. اللهم امين، واياك والمسلمين. وحنا عند هقوتك وزود، ما عليك، ترك شنوك يا عمرك. حيلان. والله ما لاحقني شك، الله يطول عمرك يرفع قدرك. والله عليك. عسى ايامك سنين. قدركم ان شاء الله ويعافيكم. طيب ابو دحام. احنا نتكلم عن الفقد، هل فقدت دحام الشهر هذا وغيابه عنكم وهو في القناة؟ الله يحييك ويحيي زملائكم ومسيهم بالخير، والله يبارك في الجميع ان شاء الله. اللهم امين، ويجعلنا واياكم خير مما نظن. انتم اشدتوا فينا اشادة جدتوا فيها وصرتم من المطففين، ولكن الله يعيننا واياكم على طاعته والله ان شاء الله. الله يجزاك خير، يبارك فيكم ويعافيكم. أما بالنسبة للفقد، يقولون العرب البعيد اللي تحت الأرض ولا اللي فوقها قريب، وأنا أقول أي أيوة والله، ودحام يروح ويرجع على هذا سالمًا وغانم إن شاء الله. يا رب هو زملاء، وأقول لهم بيت شعر
سلمت. يقول ترانا اللي اجتمعنا قوينا قوينا ثم قوينا ثم زنا، وترانا لا افترقنا ضعفنا ضعفنا ثم ضعفنا ثم شلنا. الله. اما بالنسبه للفقد يا اخ ناصر، والله اول ما قلت لي الموضوع اول ما طرا علي فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفيها احاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من ضمنها يقول تعزوا بمصاب فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعظم فقد مر على البشر والبشريه هو فقد الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول لا عمرك من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعي، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته نفر كثير. وموسى عليه السلام بكى على هارون بكاء شديد إلى أن عزاه الله سبحانه وتعالى وأوحى له أن يا موسى لو علمت ما أعددت لهم عندي لما بكيت عليه. الله. وفي بعض الأثر يروى أنه يقول عز وجل سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية أتظنون أني أرزقهم وأرحمهم وهم فوق الأرض وأنساهم وهم تحت الأرض. الله. فرحمة الله سبحانه وتعالى قريبة من المحسنين والمؤمنين واللي يظنون بالله خير سبحانه وتعالى، والله يجعلنا وإياكم منهم. آمين يا رب. والبارح شدني لقائكم مع الأخ ياسر الزهراني في موضوع ومضمون كتابه يحبهم ويحبونه، وأنا أقول فيها الموضوع عن الفقد من أحب لقاء الله أحب الله لقاء الله، يجعلنا وإياكم منه والمسلم. آمين يا رب العالمين. آمين. أبو دحام سم، وصلني للتو من الإعداد بأنه والدك انتقل رحمة الله، صحيح؟ صحيح. الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاك. آمين يا رب العالمين. بعد وفاة والدك أنت أكيد أكيد يكون في تأثر، لكن مرت السنوات تلو السنوات، وهناك رسالة من القلب والخاطر لكل شخص يفقد قريب أو بعيد ولا زال على الحزن، ربما يؤثر هذا الأمر عليه سلبا في حياته، وش بتقول يا أبو دحام؟ والله أقول الحزن وأنا أخوك حاصل، ولكن لنا تعاليم دين حنيفة، وهذه الحمد لله نضرب حسابها قبل تجي هذه العاقل ينتبه لها قبل تفعل. وعزائنا في والدنا الله يرحمه ويجعله إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب. إنها مات في أول ساعات يوم الجمعة في فجر الجمعة في رمضان. لا إله إلا الله. والحمد لله. وهذه إن شاء الله إنها من علامات وعاجل بشر المؤمن وعلامات حسن الختام وذكره الطيب بين الناس، هذا عمر ثاني له إن شاء الله. أنا أشهد. وهذا هو عزائنا فيه. ومات مبطون عسى الله يرحمه ويرحم موتانا وموت المسلمين. آمين. اللهم آمين. ولا تنسى وأنا أخوك أن الساعة اللي يلقى فيها الله سبحانه وتعالى والله إنها أبرك ساعة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ثلاثة يكره الناس وأنا أحبها، من ضمنها الموت اللي هي الفقر والمرض والموت. قال والفقر ظلم في الحساب، والمرض يحط عنه الذنوب، والموت يلقى فيها الله سبحانه وتعالى ومحمد وصحبه. ويطري علي بعض الأبيات في الفقد، وأعظم فقد أكيد هو فقد الوالدين ثم فقد الأخ ثم الولد. وأذكر بيتين منها بيوت خالد الفيصل في فقد أبوه الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. آمين يا رب. يقول له أنت يا رأس الرجادين، له أنت لهان رأس في ثرى العود مدهوب، والله ما حطك بالقبر لكن أمنت باللي جعلته من المسلمين أسلوب. الله يرحم موتى المسلمين. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. وفيها بيوت على طارية الموت عن شالح بن هدلان وبعض أبيات شالح حكمة تراه جد فيصل في أخوها الفديع، يقول مصبحة عديت روس الطويلات وهيض زيرات الحجم طراني، تسابق الندموع عيني غزيرات وصفقت بالكف اليمين الشمال. أخوي يلي بين الأخوان، أخوي يوم أخوي يلي يوم الأخوان في اللات من خلقت ما قال ذلك وذال، ليته كفاني سوق بقعة ولا مات وأنا كبيت السوق قبل الهيال. الله الله الله. فهذه وانا اخوك عزاء، ولكن الاغرب والاعجب هو رثاء الحي ثم رثاء الميت، هذا شيء طبيعي، ولكن هذه بيوت تكتب وتسطر في الصدور قبل ان تسطر في السطور. ابو دحام من ضمنها
تم. أبو دحام ما شاء الله تبارك الله على غزارة العلم والمعرفة والشعر والأدب، تبارك الله عليك. إحنا نبغى منك استضافة على كذا على هوا مباشرة في إحدى الأيام إن شاء الله، يعني تعطينا ما شاء الله ما أعطاك الله من العلم، ولا لا يا شيخ ناصر؟ نعم والله ما شاء الله تبارك الله، فكتب الله أجرك وبيض الله وجهك وعطنا الأبيات اللي كنت تبغى تقولها حتى نختم هذه المداخلة الجميلة الثرية. أنا حاضر للاستضافة لكن تكون في بيت الشعر إن شاء الله وبعطيك الأبيات. بإذن الله. إيه هذه يسمونها مبطنة. سلمت يا أبو دحام. إيه سلمت. سلمك وياه. يقول مالك بن الري لدغ وجهزوا له قبره وهم يعزونه ويقولون ما عليك لا تبعد لا تبعد أنت قريب. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأي مكان البعد مكان. وبيت شالح بن هذلان في ولد عزيز الله يرحمهم ويرحم موت المسلمين يقول محد ذكر حي بكى حي ذيب واليوم أنا ببكيك لو كنت حيا. الله الله الله. بعض البيوت والله الحقيقة أنها يعني يقف عندها العادل ويعتبر فيها إيه والله، ولكن نقول الله يعوضنا ويعوضكم ويرحم موتانا وموتانا ويقبل دعانا ودعاكم آمين ويجمعنا وإياكم بفردوس الأعلى من الجنة والمسلمين أجمعين. آمين. وأعذرنا على الإطالة، أعذرنا على الإطالة. هذه أجمل إطالة بالعكس، الله أمتعتنا وأسعدتنا بمداخلتك أبو دحام، وجعل من جابك الجنة وبيض الله وجهك على هذه المداخلة الثرية. شكرا يا أبو دحام، بارك الله فيك، يعطيك العافية إن شاء الله. طول عمرك ثمان الرحمن الله يحفظك. بستغل تواجد دحام معنا على الستيج. ودحام عالم الفقد، أنت خليتنا اليوم نؤسس هذه الحملة ونبدأها بالحديث عن الفقد من مقطعك اللي ذكرت والدتك ورسالتها لما كتبت لك اشتقت لك وكنت في غربة خارج السعودية ابتعاث أعتقد، وكتبت قصيدة مؤثرة جدا. ودي تعطينا إنه كان ودك وإن كان في قصة مقاربة لها فيها تقول يوم طرد جدي عسى الله يرحمه يغفر له، أنا كنت أيامها أردد يوم توفى ودي أكتب شيء ولا قدرت، كنت أردد يا قريحة شاعر ما تخدمينه لا رحمتي يا قريحة أخدميني، أنا هارها بيني وبين نفسي إلينا عاد وجهت أبوي قال لي اكتبها. سبحان الله أنه مرها هي ما هو مرني أنا، جتني على طول اللي أجزان عنها في يومين ثلاثة، جت في نص ساعة كتبتها. قلت يا الله يوم انزل تبارك والأحزاب، يا واحد ما خاب من هو هقابه، حنا عبيدك خاضعين على الباب اللي مطايانا تنوخ في بابه، ندعيك يا رب الملا رب نرجيك يا رب الملا رب الأرباب، وندعي ونبغي منك الاستجابة. دحام في درب النبيين قد شاب على هدى ربه ونهج الصحابة، يديه تندل البعيدين وأقراب، ولا صك في وجه المساكين بابه، مشرع للي لفوله والأقراب، مكرم الطرقي ومالي جهابه، في مجلس ما عليكم زود في مجلس ما فيه من كان يغتاب، ما أخذ من النفس الرحيبة رحابة، يزهى ذكر الله تقول إنه محراب، قال الله وقال الرسول في كتابه الله. واليوم في قبره من فوق تراب، لو ما هو أمر الله رفعنا جنابه، ضيف على الرحمن هاقي ولا خاب، من هو هاقى في ربنا وش جوابه، في آخر أيامه يردد ليرتاب، أستغفره وعود به من عذاب، أستغفره وعود به من عذابه، في الله تغفر له لا جاء يوم الحساب وتأتيه في اللي من المجارة كتابه. الله الله الله. أما بالنسبة لأسأل الله يرحمه ويرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين آمين. أما بالنسبة القصة، القصة نعم كنت أدرس في بريطانيا تحديدا في مانشستر، وكنت طالع مع أخويا يتمشى أنا وياهم، فيوم رجعت البيت ما انتبهت الرسالة لأمي، يوم جيت على آخر الليل إلا هو سهل الطيبة بعد راسي عطني الله والله خدمتك شرف خدم كل مال العيال الله يطول عمرك، إلا يوم عودت البيت اللي هي مرسلت لي كلمتين اشتقت لك، فقريت الرسالة ورديت عليها ورقدت أمي مدرسة فتقوم بدري لدوامها، أكلت وشربت معينها قالت الكلمتين، ولا أكيد أنها حزنت علي وحنت واشتاقت، وأمي ما تبين لي مشاعرها يعني في الانكسار والحزن، تشيلها عشان ما حزن أنا ولا أصدق أنا ولا، فقلت ساعة توادعنا هذاك اليوم يا القلب الحزين، وأنا لك الله لا هنيت بزادي ولا مشربي، أقوي عزومي ولكن ما عرفت الدرب وين، نوبة هذي بهذب الحصان ونوبة والله حبي، إلين جاني علم بأن اللول طاح من الحنين ثم طحت نفس الطيحة لأنها على رؤوس ركبي. الله. وسريت
في درب الحزن من عقب ذيك الكلمتين وين شفت في الدرب البلاوي قلت حياك اركبي ما عادني ذاك المزوح ولاني بذاك الرزين هدتني الغربة لو ان كل يوم أقول انها اتهابي والكلمتين اللي وصلتني قبل حروة ساعتين من حرها الناس تحرتها على جالش نبي الله 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 دحام والدتك الله يطول عمرها ويحفظها أصيبت بمرض كورونا فترة من فترات إيه؟ وكنت بتزورها حتى لدرجة أنها تنومت في المستشفى كنت بتزورها ولكن منعوك وكنت تراها من خلف زجاج أو قزاز فهاجت قريحتك وكتبت أبيات ودنا نسمعها هي كنت أنا في الجنوب وهذا فقد روحي إيه؟ الله الله إيه؟ الأبيات بجيبها لك أبشر كانت تسمح لي أن نجي هنا إيه؟ أنا كنت صابتها كورونا وراحت أنا ما دريت لكنهم صوروها لي إيه؟ أنها كانت في الحجر أنا ما دريت أنها كانت في الحجر لا دريت أن كورونا صابتها كنت أنا وغانم أخوي في الجنوب ونشتغل في فنادق أبوي هنا إيه؟ وكان ذيك الأيام يعني تخبر في كورونا حصل شغل وحصل ضغط وحصل مرات فأنا ما دريت أنها صابتها إيه؟ إلا يوم دقوا علي ناس من عيال خوالي قالوا لي قالوا أنها عدت عليها كم يوم تعبانة وينكم كنت حتى إذا كلمتها ما كانت والله ما كان يبين لي صوتها إن صوتها ما فيها إلا العافية ما تبي تقلقك إيه ما كان يبين لي ما كان يبين لي حلين دقوا عليه قالوا انشد فلان ودق على واحدة من عيال خوالي بندر بن هندي بن عشوان ما عليكم زود ودق عليه وانشده واللي وداه وانشده أنا العلم قال والله إني جاية وإنها من ضيق النفس إنها كانت تبكي لا إله إلا الله فأنا ما كيف أنا أطرد ورا الدنيا أمور الدنيا وأنا أم حلوة اللبن هي أمي وأنا أمي تاركها و... علموني يوم راح الألم راح الوجع راح ويقولون طرات هالشي على حلة فذاك الليل ما قدرت أرقد والله إنه أنت بحظي حلوش أطرد ورا الدنيا زايلة فكتبت لي أبيات الله الله أبجيبها لك هي والله هناك أقول صابت كورونا أمي من أسبوع صابت كورونا أمي من أسبوع لا بالله إلا صابت عروقي الله أمسيت معها ضايق ومفجوع أصبحت ماذا قال كراموقي وتبارقت في الناظرين دموع الصدر كم به سيف مذلوقي في الله وسند صوب كالموضوعي ومن ضاقت فيني أسبوقي ومن جين عبده من المصبوع البحر قد ما صار مشقوقي مخنوق خنقت ساعه الكرسي وعليا فهاقها ردت بشوقي ما ذاقت من الماء ولا قرطوع ولا هي بلا تمشي ولا تسوقي رحت فيها لين قلت في الله تعين اللي لفوق ركوع متذللين وصابهم عوقي ما ذاقت من الماء ولا قرطوع ولا هي بلا تمشي ولا تسوقي ورحت لين انخى فيها اقول انا بعيد وكني ما ادري ايش قلت المقطوع هي من وراء برقة مع الروقي لأني أنا كنت في حد رفيدة في الجنوب وبيني وبينها وأنا صاد ديار تيبة هي بحفر الباطن فقلت أنا بعيد وكني المقطوع هي من وراء برقة مع الروقي واندب الجماعة خذ الربايع أقول الخوالي جماعتنا خذ الربايع يمها بجموع معلقات زمامة وطوقي على العفيفة بوسط المنقوع نخيت بدو التيه النوقي ولحدني أخاف العدوى ويفوع من بينهم كرسي وصندوقي اللي بهم يودونهم لها الله 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 يطول عمرها لكنها عدت لله الحمد اللهم امين وياك على سلامتها والله متعب الله يسلمكم ويطول عمركم بيض الله وجهك خير وجهك ابيض طول عمرك وحفظ الله والدك ووالدتك الله يطول عمرك وطاعته ومرضاته شكرا يا دحام شكرا يعطيك العافيه ناصر بعد هالمداخلات ابو دحام ودحام وقصته مع والدته فقد روحي وفقد وناس رحلوا تحت الثرى وش تقول والله وش أقول أنا هذه المعاني ترى لازم تبقى حية في الناس يعني الذين يعيشون لأنفسهم ترى يعيشون صغارا ويرحلون صغارا شوف الذين عرفوا بأذى الناس وعدم خدمتهم ورعايتهم حتى التاريخ لا يذكر أسماءهم حتى إذا جاء عفوا سير البخل والأذى يعني لا يكاد يعرف صاحبها بينما قصص اللي فيها الوفاء وفيها النقاء وفيها السرور وفيها الخير تجد الناس معروفون بأوصافهم وبتاريخهم لما نتكلم عن الوالدة ونتكلم عن الوالد هذا يعطي الإنسان أنه يجب أن تتوقف وتعرف أين أنت الآن وش هو المسار الذي يجب أن تصححه يعني
مثل ما قال حبيبنا دحام، يعني كان مثلا في عمل، وهذه اصلا هي الحياه، ترى من رحمه الله بنا اننا ننسى. يعني انت في الاخير صح تتالم، انا اذكر يوم توفيت الوالده الله يرحمها، اخذت لان كنت بعيد عن المنطقه اللي اسكن فيها، كنت في العاصمه الجزائر 400 كيلو، اخذت اوراقي وملفاتي على اساس انه يعني لم يعد يطيب او لم تعد تطيب الحياه بعدها، ما لها الحياه معنى. لكن سبحان الله بعدها فكرت، اولا من رحمه الله انه الحزن يبدا يتلاشى مع الوقت والزمن جزء من العلاج، كما ان النوم مما يخفف الالام اذا كان بقدره واقتداره. الامر الثاني انه تفكر لو انه الوالده على قيد الحياه هي تتمنى نجاحك، صحيح. وتتمنى ان تراك شامخا وان تراك ناجحا، فيجب هذا مما يهون عليك المصاب، اللي هون عليك كذلك المصاب حتى في التعامل مع الاخوات، لان من علامه رجوله الرجل رعايته لأخواته. ترى من علامات الرجولة، من علامات تعرف نقاء الرجل، إذا جيت تتعامل معه في تجارة كيف هو مع أخواته، الأخت الكبيرة والوسطى والصغيرة، هذا يبين لك معدن الرجل، فيسهل لك أحيانا في التعامل هذه المعاني. حتى في الفقد الوالدة لو كانت على قيد الحياة كانت دائما ستوصيك بأخواتك، فلا تضيع الوصية. الله ترى الله. هذا أمر مهم، أنت إذا استحضرته يسهل عليك. أنا أقول للشباب مثلا لما تيجي من الرياض إلى مكة مثلا في السيارة 800 كيلو، ما اسمها 800 كيلو سيطول عليك الطريق، اسمها أنت ذاهب إلى العمرة أو الحج فيخف، أنت هنا وستذهب إلى الجنوب لزيارة الأرحام، ترى ما تقول أنها 600 كيلو، لا قل أنا ذاهب إلى خالتي، كان طفل صغير. هذه تعجبني هذه القصة، في الحرب العالمية الثانية طفل صغير يضع أخته على ظهره ويطلع بها يتسلق الجبل فرارا من القصف من الحرب. لما نجا سألوه قالوا له أنت طفل صغير كيف استطعت أن تتحمل أنك تصعد الجبل وأختك الصغيرة على ظهرك؟ هذا ثقل كبير، قال هذا ليس بثقل، هذه أختي. هو شوف كيف هون المعنى، قال لأنها أختي خف علي الحمل. الله الله الله، وليست شيء ثقيل، حتى لما تجي تعطي، لما تركي. تجي تحسن. طيب فتنظر لهذا المعنى، يعني يخفف عليك المصاب، وتجد أنت أنك معنى الإنسان الحقيقي. جميل، أعطيك العافية حبيبي. في مداخلة صوتية من أخو المتسابق تركي الدوسري نبغى نسمعها. أرجعهم لك ما شاء الله، اللي يقول جيب وين. طيب تغير المايك البطارية يا تركي. لا أنت فيك ميزة، خلاص تفضل ناصر، اللي يجي يمشي تنادي، أنا أمشي اتصل على إخواني. طيب مداخلة صوتية وليس اتصال، نسمع كذا شيخ، سجل لي واحدة اسمعها. تفضل يا تركي معنا. شباب اعطونا كرسيين، لا انتم بس احنا بدأنا نكبر في السن وظروفنا. لا انا بالنسبه لي لاني اكثر من 18 سنه فاموري تمام، اما الشيخ اكبر من 30 سنه فيحتاج الى كرسي. حتى لو ضعيف لا تظهر، لا اعطونا هذه الكبار، تعطينا الصغير هذه يطيح. لا ابو عبد الله، حتى اذا ضعيف لا تظهر ضعفك. انا ما ابي ضعيف بس ابي ارتاح. احسنت، وش الفرق بينهم؟ شوف كيف مؤدب. الله يسعدك. طيب جاهز المداخله الصوتيه والتسجيل الصوتي؟ طيب خلونا، الله لا يهينكم يا شباب، تفضل شيخ تركي يعطيكم العافيه. لا انت تطلع 16 ساعه بث. طيب نسمع توكلنا على الله. سمع علي مهندس. اسعد الله مساكم بكل خير، معاكم مفرج مشبب اخو المتسابق تركي. اسال الله العظيم ان يرحم والدي ويغفر له وان يؤنس وحشته وان ينير قبره وان يجمعنا به في جنات النعيم. الفقد شيء عظيم على الانسان، وخصوصا الواحد إذا فقد والده يعاني الأمرين إذا كان في سن مبكر، وإلى الآن وإنما تجاوزنا الأمر، لكن هذه سنة الحياة وقدر الله وما شاء فعل. أسعد الله مساكم. طيب يعطيك العافية على هالمداخلة الجميلة تركي. تعال عندي هنا تقرب تركي. هذه مداخلة أخوك، وتحدث عن وفاة والدك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روض من رياض الجنة. اليوم عن الفقد نتحدث، وش بيقول تركي الدوسري عن الفقد ومن أعظم فقيد عندك؟ أول شيء الله يرحم والدي. يا شباب طبعا تسمح لي بس، نواب السند حسن عجمي مساعد آل زاهر، رجاء تركم تشتتون الآن من كثر روحتكم وجيتكم، فكل واحد يقوم يرجع تشتت، فرجاء بليز استريحوا معنا ولا روحوا داخل سكر الباب عليكم. تفضل يا تركي. أول شيء الله يرحم والدي ويغفر له ويتجاوز عنه. فقد والله انه صعب، انا فقدت والدي وانا صغير، يعني ما شفته،
وفرج اخوي يتكلم ان انا الوحيد اللي من اخواني ما قابلت ابوي. انت؟ نعم. يعني ما تعرف صورته ولا شكله ولا شيء؟ ما واجهت. توفى وعمرك كم؟ صغير جدا. وتوفى من مرض. بس الله يعني. الله يرحمه ويغفر له. فاخوي يتكلم يقول الفقد صعب ولا اقدر من تجاوزه صادق. اخواني واحد من اكبر اخواني وصل 40 سنه وفاقد ابوي ليومكم. يقول ما قدرت اشيل الحمل. انا توفى اكبر اخواني عمره 17 سنه. يعني بيت كامل اكبر واحد عمره 17 ترى صعب. من اللي بيربينا ومن اللي بيدا، لكن كان عندنا ام عظيمه. شالت البيت كامل. واخواني ما قصروا، لكن على الرغم من عندي جماعه عندي ربع وعندي اخوان اعصب راسي فيهم. لكن الاب ما يعوض. لكن الاب والله ما يعوض. تكلم جدا. كان عندي يوم حضور الأب هذه اللي سالفة ليوم كتاب ما نسيتها في حياتي. كلمونا قالوا بكرة عندكم جيبوا أبائكم. قالوا يجون معكم المدرسة للأمور. كان عندي إخوان اثنين، واحد اسمه حمود وناصر الكبار، كان متوفين خارج المحافظة. مفرج أخوي كان معي في المدرسة، لكن هو في المتوسط أنا في تاي، وكان هو بعيد. جاي يوم في حضور الأباء ورحت ما معي أحد. دخلت وشفت كل طالب مع أبوه. صراحة يعني شو اللي جاء في خاطرك؟ ما جاء في خاطري إني كان ودي أنهم هذا قضى الله وقدره، يعني هذا مكتوب من الواحد، لكن تمنيت أنه موجود معي في الحضور. كان فيه مدير مدرسة، أنا طبعاً إني مشفتهم أباهم رحت في زاوية الحال عايض. ترى ما ماسك عمري عايض، تكفى طلبتك عبد الله. جاني مدير المدرسة قالوا وين أبوك؟ قال أمي. قلت أبوي متوفي الله يرحمه، أخواني وهم موجودين، قلت كل حاجة. أعطاني دافع معنوي، والصراحة إني أعطيتها بالعوض. قلت الأب ما يتعوض. الأب ما يتعوض؟ ما يتعوض أبد. يعني أبوك موجود بر فيه والله إني يعني أنا ترى عندي أمور الدنيا ميسرة كل أبوها. والله العظيم اني اتكلم انا صدق، مسرين اخواني لي كل ابوها، عندي اربع اخوان والله مو مقصرين، لكن والله اني افقد ابوي في المجالس، اني افقده. اني بعض الاحيان اروح المجالس والله العظيم اني لحالي، اني اشوف الشيبان في سطور المجالس، اني اتمنى ابوي موجود عشان اشوفه بس. فهذا كان اليوم اللي انا ما راح انساه، اليوم كذا اللي هو حضور الاباء. نصيحه كل واحد ابوه موجود وعايش بر فيه، ترى الأبو لا توفى تقول ليتني بريت فيه. فالواحد يبر في أبائهم. وأمي الله يطول عمرها ما قصرت حتى لدرجة يوم حضور الأباء. الله يرفع قدرك. الله يجزاك. كان يوم حضور الأباء هي درت إني بروح المدرسة. والله يا عبد الله أنا كانت تبي تروح معي. قالت روح معك. قالت إذا والله لو بسمح لنا أدخل معك. أدخل معك وأجسمك. والله يحفظهم عظيمة. لكن ما قدرت. فنصيحة لكل واحد، كل شاب شابة. حسن. تعال يا حسن. يا تكلم سكوت. تركي ترى كلامك كبير، ترى كلامك عميق جدا ولامس لامس القلوب. يعني في أبعاد مو طبيعية في كلام تركي لما يتحدث عن فقد الأب، فقد السند، فقد العزوة. يتحدث عن يتم، يعني فقد والده وهو طفل صغير، حتى ما عرف ما شافه. ولكن المعاني العميقة نقول نسأل الله أن يحفظ أبائنا. المعاني العميقة أنه فيه أيتام. يعني هل الشعور اللي قاله تركي اليوم، ترى عند كل يتيم فقد أبوه تحت سن 15 سنة،
فهؤلاء الأيتام اليوم تركي يقول أنا في المدرسة لما سدعوا الآباء طلاب كلهم أباء موجودين إلا أنا انعزلت لوحدي رحت في زاوية. هنا انكسار بشكل مو طبيعي، حتى وإن كان إنسان لا يريد أن يكون منكسرا ولكن الطفل بريء راح انعزل لوحده وانكسر لوحده لأن والده غير موجود معه، يعني يكون بجواره. فالأب مهما قلنا هو السند هو القوة. لذلك الطفل البريء اللي كلما احتاج شيء في الحياة قال أبوي، كلما أحد أخطأ عليه قال أبوي، كلما حس أنه ضعيف قال أبوي، ذلك السند وذلك الجبل هو الأب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالد تركي الدوسري وأن يجعل قبره برياض الجنة، ومن مات من أبائنا أو أمهاتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه. ولا زال للعطاء يعني مجال، بأن نحن إن اليوم حزينين على فقد آبائنا وفقد أمهاتنا انتقلوا إلى رحمة الله، لكن بفضل الله المجال متاح عندنا في برهم بالدعاء لهم بالصدقة عنهم بالقرب منهم، هذه كلها بين أيدينا، فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير. حمد تبي تتكلم وتقول شيء؟ وش بتقول بمداخلة تركي الدوسري؟ الله عايد، لا تروح يا عايد، عود علينا عود علينا يا عايد، تفضل يا حمد. ترى الشباب مع فقد يعني بعيدين عن الأهل، فأي صح. مشاعر يعني لها تلامس ستلامس يعني حياتهم. تفضل يا حمد. والله ما أدري شو أقول الصدق، ولكن جربنا والله شباب الفقد. أنا فقدت ثلاثة وهم اللي أثروا على حياة حمد، وتركي والله ما عدا الأخ، ونحس فيه مثل ما نحس في أنفسنا. أنا فقدت جدتي الله يرحمها، كنت قبل تتوفى بساعتين يمكن أو ثلاث، كلمت أحد عماني إنه يروح معنا حمد للمستشفى، هي كانت تعبانة الساعة 9 أو 10 الصبح، وقالت خلوه يروح معي. توفت معنا في السيارة. لا إله إلا الله، رحمه الله. رحمه الله واسكن مسيح جنانه يا حمد، وغفر الله لها. وبهذه المناسبه يعني يعني ما اجمل اليوم ان احنا نكون بارين فيهم حتى وان كان فقدناهم، وباب الخير موجود بين ايدينا اللهم لك الحمد. ندعو لهم من هنا وعلى الهواء مباشره كل من فقدنا يعني تحت الثرى. اليوم عندنا باب للدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم مسيح جنانه. وربما الموت أحيانا رحمة، لأنهم سيتجهون إلى أرحم الراحمين ربي سبحانه الكريم الرحيم. وأيضا الباب الصدقة متاح وموجود. فالآن بين يدينا جمعية عروة الخيرية، يا جماعة الخير الآن احنا عندنا هالجمعية المباركة، والآن احنا تدمع عيوننا بالمشاركة، تدمع عيوننا بفقدهم، من فقدناهم نبكي على فراقهم. ما أجمل أن اليوم نهديهم في هذا الوقف اللي سيسعدهم. اليوم حنا نبكي دموع، فما أجمل أن نهديهم بطاقة إهداء، وهذا الإهداء سيصلهم في قبورهم، وسيكون رحمة لهم، وسيكون ضياء لهم، وسيكون نور لهم. روح يا جماعة الخير اليوم مقدموا إهداءات. أباك أمهات أبوك أمك موجودين على قيد الحياة، أسعدهم
لا تفقدهم في يوم من الأيام ثم تندم ذلك الندم الكبير أنك ما قدمت لهم ولو حاجة بسيطة. هنا تغريدة من مدير القناة الأستاذ سعود العتيبي وعن نفس الموضوع يتحدث، يقول: بلغت من العمر 38 سنة وما زلت أفتقد أمي وأشتاق لها وأحن لها جدا، وأتذكر يوم وفاتها جيدا وكيف سمعت الخبر وما هي اللعبة التي كنت ألعبها. أسأل الله العظيم أن يغفر لها ويتجاوز عنها ويرحمها برحمته ويجمعني بها في جنات النعيم. الفقد صعب يا ناصر. هذا يدل على أن الأم هي الحضن وهي الوطن. شفت لما تدخل البيت تقول وين أمي، أنت ما تحتاجها، يعني ما تريد تطلب منها حاجة، لكن الأمان تريد تسمع الصوت، تريد تسمع لبيه ونعم وحاضر. فإحنا في فرصة الآن، يعني في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله: إن العبد لا ترفع درجته في الجنة فيقول ربي أن لي هذا، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. يعني مما يرفع العبد يعني الأم والأب أنك تركت أبناء بررة كانوا يدعون لك. ومن رحمة الله أنه سبحان الله لو كان بالموت ينتهي كل شيء لتفطرت الأكباد، لكن في فرصة الصدقة، الدعاء، الحج والعمرة عنهما بعد ما تعتمر وتحج عن نفسك، هذا من أعظم الأعمال اللي تصلهم وتبقى حسنات جارية. بعض الناس ربما كانت أعمال والده توصله لمرحلة معينة في الجنة، أنت ترفعه بسبب إن العبد لا ترفع درجته في الجنة، أن لهذا هذا باستغفار ولدك لك. هذه من الرحمات. وترى حتى هذه المشاعر أحيانا لما نسطر قصص الوفاء، كل الذين كتبوا السير الذاتية ونحن أمة يجب أن تكون مترفة بالجمال وبالنقاء وبإبراز هذه المعاني الجميلة. ترى احنا أمة المشاعر، بعض الناس قلوبهم يعني من الصخر والصخر من الحجر والحجر من الحصى. فخلي قلبك في هذه الليونة اللي تظهر حتى في تعاملك مع الناس، حتى ما تماشي في طريقك هذا يبين لك. بعض الناس سهل لين حتى في حركة مرور سير سيارته. هنا رسالة صراحة أثرت فيني كثير من إحدى الأخوات أعتقد، تقول: فقدت كثير أولهم والدي رحمه الله، أقول له افتقدتك واشتقت لك وأحتاجك، أقول عن يعلم الله أنه نعم الرجل وذكره بين الناس طيب والحمد لله، أقول عن رحمة الله عليك وجعل الفردوس دارك وقرارك. آمين. هنا فاطمة القحطاني تقول كذلك، أقول له يا ليت الموت ما خذاك، تعبنا من بعدك والله تعبنا، كل شيء بعد موتك يا أبوي ما له طعم، ما أصعب الحياة بعدك. أقول عنه والله لا أحد بعد كرمك وصبرك، ربيتنا أحسن تربية، عيشتنا أحلى عيشة، رضي الله عنك رضا لا سخط بعده. الله يجعلك يا أبوي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله والله لن أنساك من الدعاء. أنا يعني أثر فيني الفقد، دائما موجع، الفقد دائما مؤلم. يعني أثرت فيني الرسالة وأثر فيني فقد أي إنسان عزيز. أعتقد كل إنسان عنده في بيته، كل إنسان عنده في أسرته، في عائلته، في أصدقائه، في أصحابه، شخص مقرب له.
ويأتي الموت فجأة ونحن لا نشعر دون أن يطرق باب أحد منا. تفضل. يعني على سبيل المثال، يعني أنا ليش تأثرت من هذه الرسالة؟ أنا تذكرت أخوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره رضي الله الجنة، توفى وعمره 17-18 سنة، وكان بيني بينه سنة وسنتين رحمه الله. فهذه الرسالة يعني دعائها عن والدها كأنها تقول ما بخاطري وبداخلي تجاه أخوي، يعني رضي الله عنك رضا لا سخطى بعدها أبدا. والله لن أنساك من الدعاء حتى أجاورك. فهذا هو الحب الحقيقي، وهذا هو الفقد الموجع على كل إنسان يفقد غالي وعزيز على قلبه. حاتم، طلبت المداخلة، لك المايك. وش مساك الله بخير. الشيء الثاني، أنا طلبت المداخلة وعندي طلبات بس. الفقد كلنا فقدنا، لكن أنا بتكلم عن اللي فقدوا ناس فعلياً، يعني أم أو أب أو أخ أو أخت. فلي طلب للجمهور وطلب لكم وعدة طلبات. أنا أتكلم عن أم عظيمة اللي هي حصة بنت عايض الحربي. والنعم الله يغفر له ويرحمه ويروح الجنة. رحمه الله. ولا جيت هنا عشان أوصي رسالة وإني أذرف دمعة. القلب منفطر، والقلب بعد وفاة أمي الله يرحمها أشوف الدنيا أصلاً أبيض وأسود. والله مهما جتني من فرائح الدنيا ما تسوى شيء عندي. وفي نقطة ثانية، حتى لو يعني من غير شر يجيني أحد صارت المصايب عندي ولا شيء، ممكن لو أشوف مصيبة قدامي آخر واحد يتحرك لها أنا. ليش؟ لأن خلاص أصعب شيء، الصعب الصعب سقط. فما عندي بعد الله إلا أبوي، الله يطول بعمره ويخليه. لكن أنا عندي طلب، عندي طلب وإن شاء الله أن يكون من ضمن الثلاثة. إذا مات ابن آدم ينقطع عمل إلا من ثلاثة، ففي من ضمنها صدقة جارية وولد صالح يدعو له. فأنا وقفتي هنا عشان شيء واحد، إن شاء الله أن يكون أكون نبار ضمي. أنا وقفتي إن شاء الله هنا تكون وقفة بر. فأنا عندي مزل بحسابي بالإكس اللي هو تويتر من بعد ما توفت أمي بفترة، فأعتذرك أستبيح منك العذر بس أبو وأدي له. أنا نزلت لها كمني أنا إلى أمي وقف في منصة إحسان مبلغ بسيط وباقي منه بسيط. فأتمنى الناس أنهم تدخلون الآن ويقفلون المبلغ، أجر لأمي إن شاء الله. وبرضه إذا زاد إن شاء الله وقفل وخلص يكملون وقف الرحماء، لأني إن شاء الله أنا والله ما وقفت الوقفة هذه إلا أبيها تكون بر، وإني أحاول أرجع. الله يغفر له ويرحمها ويجعل قبره رضي الله الجنة. الله يغفر له ويتجاوز عنها. تركت أمثالك ما راح أرجع. الله يرحمها. أحاول يعني مشاعر فقط شيء. أم مشاعر كبيرة. أرجع والله شيء بس وصل لو مهما سويت. وهو أنا وصل رسالة للناس جميعا، ولا هو مدح لنفسي، بس إن شاء الله أني كنت بار مهما فعلت ما سويت لأمي شيء. أمي اللي ما أعرف تراها توفت مرض السرطان، أنت كنت قلتها قبل، لكن كانت آخر أيامها يوم عيد الأضحى انتشر السرطان كامل بجسمها. يعني كانت عندها اللي هي جدتي أمها ما تعرف اسمها، يعني انتشر السرطان بالدماغ كامل، كانت تردد تقول حاتم وينه حاتم وينه. فإن شاء الله أني كنت أنا بار. ودائم نصيحة لأي أحد فقد أمه أو أبوه، اسعى دائم أنك مهما تفعل من أي شيء خير، حتى لو أكلك اللي تأكل لك، ها قل يا رب إن خير لي نتقوى فيه وإني أفعل الخير للناس. ترى هذا يوم من ضمن إذا انقطع عمل عبد ولد صالح يدعو له، ها هنا البر ما انقطع. أنا فقدت أمي، أنت تتكلمون على الفقد، فقدت أمي لكن ما فقدتها من الأجر إن شاء الله. يا
فأنا اللي حاب أوصل للناس جميعا أنكم يعني مهما صار ترى يقول لك اسأل لا تسأل طبيب واسأل مجرب، فالله يخلي لكم أمهاتكم ويخلي لكم أباكم، فحركتوا المشاعر عندنا، لكن دائما أقول لكم ركزوا بالبر وفعل الحين عشان ما يجيك بكرة يوم وتندم وتقول ليتني وليتني. الله يبيض وجهك توجهك ورحم الله والدتك واسكنها مسيح جنانه، وما أجمل أنه ترجم ذلك تلك المشاعر. ودائما حينما نتحدث عن الفاقد، نتحدث عن الوفاة، نتحدث عن أناس فقدناهم، هذا ترى من أعظم البر. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديثه يعني عن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أكثروا من ذكر هاد من لذات واو إلى آخر، هذه كلها أمور تحيي قلوبنا وتذكرنا بمن فقدنا سواء كانوا على الأرض أو تحت أطباق الثرى. ما أجمل أن نترجم تلك المشاعر إلى واقع عملي، وأبشركم أنكم